حلو كده يا كوريا، مش لايق على وشي. يو وانت مش فاهمك، انت اللي هتقولي لايق ومش لايق. مال ما حلو اهو، عامله اقولك بلح. ماله البلح وحش؟ وحش البلح يا بنت شيمو؟ حلو قوي، لايق عليها. اهانتك لايق عليك. حلو يا اختي البلح حلو. يلا عشان ما تعطليش اخواتك. يلا يلا. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه ده، ازيك يا خال؟ الله يسلمك. امسك يا شيماء، دي 10 جنيه والنهارده اجازه، روحي مش عايزيني. في ايه يا خال؟ بحلق لها ليه كده؟ بقول لها اجازه، اتوكل على الله. يلا. يو في ايه يا خال؟ استني هقول لك في ايه. اتفضلي اتفضلي. اتفضلي اتفضلي. وده ايه اصله ده؟ يا نصيبتي السودا، هو في ايه يا خال؟ وانا من ساعه ما خرجت من السجن وانت واخدني فحت رد، كل شويه عمال تجي في بلاوي وترمي على امي، ده ايه الوكسه السودا اللي انا فيها دي؟ قلت لي افتحي المحل يا كوره، افتحي محل امك يا كوره، قلت لك حاضر يا خال، قلت لي خدي خالتك وراعيها، قلت لك حاضر ايه؟ دلوقتي جايب لي واحده هربانه وعليها حكم وتقول لي تويها، ده بتاعي ان شاء الله. اسكتي. بعد اذنك يا سودا، هي وقفت النار على رجليها تعبان، عصابه تعالي رجعي بره، تعالي تعالي. ريحي هنا ريحي هنا، هتفضحين ولا ايه؟ ريحنا. بقول لك الهانم اللي جوه ديت، انا شغال عنديها وخيرها عليا، وجزها ناصب عليها ورافع عليها قضيه واعره قوي، وانا لازم اقف جنبيها. خيرها عليك انت. تقف بقى جنبيها، تقعد جنبيها، انا ماليش فيه. بقول لك ايه، انت خالي لكن تجيب لي نصيبه معرفه. لا نصيبه ولا ما نصيبهاش، هي هتقعد معاكي ومفيش حد يعرف انها هنا واصل، ولو حصل منها اي مشاكل ليكي انزحها في اي مكان. طب وعلينا بايمان ده؟ منزحها من الاول خالص، احنا ناقصين نصايب. هديكم البوكس والله يا كوريا. بقول لك ايه، يا تقعد معاك هلتك سندس، بدل ما سندس كل شويه تنط من البلكونه وتروح تجيبيها من كل حته. يا نصيبتي السودا، تقعد مع مين؟ سندس. انت عايز تقلب لي بيت جبلاه من كل لون يا بطيسطه؟ صمامين دي ولا مين فيها عشان نتويها ونشيل طينه؟ يا بنت طلعت مينا، وعهد الله بالبوكس في وشك. هتدفع لك ايجار الاوضه، اجمعي فلوس، فلوس التنكيس عشان تديها للمعفن الجزار اللي اسمه سلومه ده، بدل ما يطردك انت وخالتك بره البيت. وهي دي لو حلتها فلوس كانت جت قعدت هنا، دي شكلها عدمانه وبتكح جير. بقول لك يا خال، دي شكلها طمعانه. اتبلط في ام الشقه ويبقى وضع يد، زي اللي بنسمع عنه في التلفزيون. اسمع اللي بقول لك عليه يا خال، انا عارفه الاشكال دي كويس، دي طمعانه. ايوه، تصدقي طمعانه؟ طمعانه في ازازه الزيت اللي موجوده عندك على الرف جوه. ولا قلم الحواجب؟ ايه عبيطة طمعانة فيه؟ الهانم دي معاها فلوس تشتري بطن البقرة مين؟ ده تشتري كل البقرة اللي في السوق. ايه دي؟ يلا بينا تعالي. طب بقول لك ايه؟ هي هتدفع كام؟ بلاش على انجاشة كمان يا خال، وانا عشان اثبت انها قريبتي لازم يعني الزق خدي في خدها، ببص هم بقع. بقول لك ايه، عشان اهل الحارة يصدقوا اهو، بدل ما ينكشوا ورانا ويعرفوا اصلها ومش اصلها. يلا حلو كده؟ اهو بالراحة. الله ينور عليك. الله ينور. يا عم شكري. يا كوريا راحة فين؟ ده هيمة. ازيك يا هيمة؟ جمالات بنت خالتي. نعم يا اختي. ده هيمة، هيمة خطيب، هنتجوز عن قريب ان شاء الله. هاي نايس تو ميت يو. مين؟ يلا بقى عشان يا دوب كده. يلا ازيك يا هيمة؟ شتمت ولا لا؟ عيني يا فجل، يا مشعط، يا جرجير. بنتي يا كوريا ما شاء الله ما شاء الله. ازيك يا موسو؟ القمر دي يا اختي. دي جمالات بنت خالتي، عندها ظروف كده فهتقعد معانا كام يوم يعني. انهين فيهم؟ ايه؟ خالتها المبروكه الله يرحمها اللي ماتت في البلد. ايوه امك الله يرحمها كانت بتحكي لي عليها زمان، انا ما شفتهاش غير مره واحده بس، زمان زمان قوي. يا اختي بطني البقره نورت والله، وان ما شالتكيش الارض نشيلك فوق دماغتنا. ان شاء الله الظروف كده تبقى كويسه يعني وتبقى خير يعني. ميرسي، متشكره قوي يا تونس. والله العظيم يا دوب كده. ده انت منوره. الحمد لله على السلامه. الله يخليك. السلام عليكم. مين دي يا خالت؟ انا عارفه يا اختي، قال بتقول بنت خالتها، بس بنت حته قشطه والله، بس بترطن. طيب
بما انكم بقى تتكلموا في شغل اسيبكم انا واستاذن عشان ما احسش ان انا غريبه في وسطيكم. لا 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 بروبلم غريبه ايه يعني حضرتك وان اوف ذا فاميلي يعني هيك فرد من الاسره. لا 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 احسن اسيبكم على راحتكم. انت فين؟ فين؟ ايه ما بتردش على التليفون ليه يا اخي؟ دايخ عليك انت. حتى هايدي تليفونها مقفول ولا ايه؟ ما بتردش على تليفوناتي ليه؟ بعدين انت ازاي يا استاذ تنقل هايدي من البيت الراقي بتاع دريه هنا؟ قصدي سيادتك بيت الدعاره. لا 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 ما اسمعلكش طول كده. دي ست لارج ومعروفه في المنطقه كلها، لارج وساعات بتبقى اكس لارج لان بيتها مفتوح للجميع. فعلا مفتوحه البحري. هي شقه دعاره حقيقيه؟ ايوه شقه دعاره حقيقيه، والبوليس راح هناك ولم كل الناس اللي فيها ونزلهم بالملايات، ولو هايدي ما كانتش لحقت نفسها ونزلت من هناك بسرعه كان زمانها لبست قضيه اداب بجد. خلاص بقى خلاص بقى خلاص، مفيش داعي نتكلم في الموضوع ده، ما يصحش كده عيب. وايه اللي ما يصحش يا ابو طالب بيه؟ ما يصحش اقول ان هايدي كانت هتتمسك في قضيه اداب، لكن يصح ان حضرتك قاعده في شقه زي دي؟ صح عمي والنبي يا عمي، ممكن تاخدني الاماكن دي عشان عمري ما شفتها غير في التلفزيون؟ ممكن تتنيل دلوقتي ايا كان اللي حصل، انما انا ما اسمحش لاي بني ادم على وجه الكره الارضيه انه ينقل بنتي من مكان لمكان من غير ما يقول لي. وبعدين يا استاذ بصفتي موكلك ممكن تقول لي هايدي فين؟ ولو سمحت تاخدني ليها. وبصفه هايدي موكلتي يا ابو طالب بيه، من حقها السريه عليا، وهي طلبت مني ان محدش يعرف مكانها. يعني ايه يعني؟ انت مصدق نفسك انك دكتور بجد ولا ايه؟ انت خريج حقوق يعني داخلها ب 60%، وموضوع الدكتوراه والاكاديميه والدراسات دي اي حد ممكن يعملها. انت تقول لنا على مكان هايدي دلوقتي؟ احنا مش هنتحرك من هنا غير ما نعرف مكان هايدي، وتعاملنا معامله الناس اللي بتدفع فلوس. طيب اريحكم انتوا الاثنين، انا شخصيا ما اعرفش مكان هايدي. الحاجه الوحيده اللي اعرفها انها قاعده في مكان امن جدا ومريح جدا. ادخلي ادخلي. بسم الله الرحمن الرحيم، برجلك اليمين افرجك بقى على الشقه زي ما انت شايفه كده، حاجه برحه هواها بحري، شبابيك هدول بيطلوا على الحاره عدل. وشوفي بسم الله ما شاء الله الكنب كنب زين، قعدته مريحه كمان، اسمه كنب اسطنبول يا ست هانم. حضرتك لو زرت قلعه محمد علي هتلاقيها كلها مفروشه كنب اسطنبولي. محمد علي ده كان راجل زين، كان ايامها بيستورد حاجتين، الكنب الاسطنبولي والجبنه الاسطنبولي. تعال تعال افرجك على الطقم ده، شفتي طقم ده زين، ده طقم اثري ما فيش منه الا اثنين، واحد ولع وده فاضل عندينا اهو. تعالي تعالي بص عليه، تعالي خشي اقعدي ريحي اقعدي. متشكرة أوي، شكرا. خلاص مش مهم، بعدين نشوف. تعالي بقى افرجك على دورة المية. دورة المية ديت زينة، هواها بحري ويرد الروح. تعالي قولها تعالي، اتفضلي 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 يا هاني. شفت بقى حاجة عظمة وقاعدة مريحة على الآخر. خلاص ما تقعديش ما تقعديش، تعال افرجك على اوضه النوم. مالك في ايه؟ خلاص حاجه جميله والله. تعالي اتفضلي اتفضلي يا هانم اتفضلي اتفضلي. انت بتجري على ايه؟ انت خشي اتفضلي يا هانم اتفضلي. ما شاء الله عليك يا كوريا، كوريا بنت اختي ديت بنت زين، شايفه مرتبه الاوضه ازاي ومنظفاها. صدقي بالله دي ما تلاقيهاش في لوكاندا سفن ستار. يا مامي مين مين ده؟ مامك مامك ده مين يا اختي؟ ده ابويا الله يرحمه الحاج ابعاطي ابو وهيه. هو اي نعم يعني ما خرجش عمره بره البلد، لكن الناس كلها اللي تشوفه كانت تقول له حاج. وبعدين دايما الناس راحت الكعبه ورجعت من هناك وقالت شفناه هناك، وكان معاه دايما ميه زمزم جراكن كده كان يوصي عليها ويستبرك بيها. الله يرحمه كان راجل بركه من اهل الخطوه. خطوه ايه وشافوه ايه؟ ايه التخلف اللي انت بتقوليه ده؟ الصوره دي تتشال من هنا دلوقتي حالا، وانا لو اتنازلت ووافقت ان انا اقعد في المكان الحقير ده مش هبات انا والراجل ابو خطوات في اوضه واحده عمري. نعم يا اختي، انت بتتعوجي على ايه؟ انت عايزاني اشيل صوره ابويا عشانك انت يا معوجه يا معيوبه يا ساقط الحريم؟ ليه ان شاء الله؟ الصورة دي بقى لها 40 سنة محطوطة كده اهو في مكانها كده اهو زي ما هو، ابويا وامي ناموا تحتيها وماتوا تحتيه. على الفرشة اللي انت هتنامي عليها دي ايه؟ تيجي انت دلوقتي وتقولي لي اشيلها تبتعد ان شاء الله. بقول لك يا خال اسحب البتاع اللي انت جايبها لنا دي معاك، هي هتتني وتتفرد علينا ولا ايه؟ شكري مشيني من هنا دلوقتي حالا. في داهية. استهدوا بالله يا جماعة،
احنا دلوق اتكتبنا على بطايق بعضينا، يعني هنروح من بعضينا فين؟ خلصت خلاص. بعدين عايز اقول لك على حاجة مهمة قوي يا ست هايدي. هايدي دي بخ، هايدي دي بح، هايدي دي راحت في الوبا، دلوقت باسمك جمالات. جمالات فاهمة؟ جمالات دي بقى كوريا بنت خالتك نبوية المبروكة، كانت متجوزة راجل خليجي كبير في السن امكحكح، بعد ما مات أولاده بقى كلوا ورثها ورجعوها على مصر، يعني خدوها لحم ورموها عظم. فهمتي؟ ماشي. وهي جيلينا جولي بقى محكوم عليها بقد إيه إن شاء الله؟ مين؟ تفضل، هدي المتعلمة بتاعت المدارس. أمال بتتعوجي عليا يا أختي من الصبح؟ جيلينا جولي دي الممثلة الأجنبية اللي بقى عامل كده أهو زي القنصة كده أهو. مش عارفة جيلينا جولي؟ جولي؟ مش عاوزين نجيب سيرة الناس، خلينا في مشكلتنا. ست هايدي دي ست جمالات دي ست نظيفة وعفيفة وسمعتها كيف البفتة البيضة. اي نعم عليها قضية ولسه ما تحكمش فيها، وبعون الله مش هتاخد حق. ما اصل اللي زي دي تهف 50 مليون اخضر هي وجوزها وما تاخدش حكم، انما انا اقول بس كلمة حق ومرضاش بالذل تتلفق لي تهمة وترمي في السجن، صح؟ ما هي دي بلدنا. امال علامها ابيض واحمر واسود ليه؟ ما عشان ناس عايشه في البياض اللي ما بتوسخش، وناس طافحه الدم، وناس قايمه نايمه في السواق. ايه انت بتتكلمي عني كده ازاي؟ انا بزنس وومن شريفه ومحترمه، عمري ما خدت مليم واحد مش من حقي. هو انا لو كنت نصابه كنت هتلاقيني في المنطقه الحقيره دي؟ انا كان زماني قاعده في واحد من احسن الاوتيلات في لندن ولا في روما. هما يومين هثبت براءتي وارجع تاني لحياتي الطبيعيه، لفيلتي وعربيتي وشركتي وعملائي وموظفيني. انا مش هطول في القرف ده ومع الناس والاشكال دي. بس خلصت كده؟ ما خلصتش. اهدي ماشي. كوريا ما تقصدش يا هيدا هاني، يا جمالات هاني، يا جمالات ما تاخذنيش. كوريا دي بنت جدعه جدا وبنت بلد، وبكره تعرفي قيمه كلام اللي بقوله ده. بعدين انت يا كوريا في ايه؟ مالك؟ الهانم هتدفع لي 500 جنيه ايجار الاوضه في الشهر. مش قليلين يعني. 500 جنيه تحوشيهم كل شهر على الفلوس اللي معاكي، وتعرفي تسددي فلوس تنكيس البيت للجدع اللي اسمه سلومه الجزار اللي شبه العكاوي ده. قلت ايه؟ ماشي. هي الفلوس مش القصه يعني، هي بس تقعد مع سندس تلغيها وتاخد بحسها وانا مش موجود. ايه ده؟ سندس دي قطه؟ شكري I'm allergic to cats. شوف بتشتمها. لا بتقولك ربنا يشفيها، يعني ربنا يشفيها. عندي حساسية من القطط. لا يا اختي ريحي نفسك، مش قطة هي، سندس دي خالتي ونايمة جوه، وعلى فكرة غلاوتها من غلاوة المرحوم أمي بالظبط، يعني تدوسلها على طرف بس ولا تزعليها هشرب من دمك بالشفاط. اهدي اهدي شفاطة ايه؟ صلى على النبي. بقولك ايه، انت خلاص ما تفرجوش علينا الناس مرة، انتوا قرايب واتفرقتوا واتقابلتوا تاني. بعدين مش فاضلكوا، عاوز انزل اشوف باك لعيشي. استهدوا بالله، اقعدوا مع بعضيكم كده، يا سلام على جمالكم. ناقصكم قفص عصافير تقعدوا فيه. السلام عليكم. كوافير راح اشوف اكل عيش، كفايه وقف حال. عاوزه حاجه؟ عايزه اكل، جعانه قوي، بقالي كتير قوي ما اكلتش. وبعدين يعني انت هتنزلي وتسيبيني ازاي في المكان المرعب والغريب ده؟ يا سلام. امال ايه يا اختي، اقعد معاكي حروسك فوتيكارت. ثم بقول لك ايه، انت ما انتيش لوحدك، انت معاكي سندس جو. سندس مين؟ سندس خالتي يا اختي، انت نسيتي ولا ايه؟ بعدين انا خالتي دي مكركرو بتتحط على الجرح يتيب كده. بعدين انا اصلا قبلت انك تقعدي معانا علشان تونسيها، ده هي اللي كتر خيرها انها تقعد معاكي. اتفضلي الاكل اهو، لو عايزه بقى تسخنيه عندك المطبخ جوه. بس اوعي تولعي النار قدام سندس، بتترعب، بتفتكر الحادثه بتاعت جوزها وابنها وبتقعد تعيط وتصوت. اخ اف ايه ده؟ ايه بصار؟ لا انا ما باكلش من البسله دي، اطلبي لي دليفري. ايه؟ بقولك ايه، احنا ما عندناش حاجه من اللي بتقولي عليها دي خالص. هو ده اللي موجود،
وبعدين انت هتقعدي معانا يبقى تاكلي من اكلنا وتشربي من شربنا. حبيبتي انا ما باكلش من القرف ده، برجع. لا انت تحترمي نفسك وتتكلمي عن نعمه ربنا عشان ما تزولش من وشنا كلنا بوزك الفقر ده. انت اللي تحترمي نفسك، انت ازاي تكلميني كده يا حيوانه انت؟ انت بتشتمي كمان؟ اه بشتمك طبعا. هي بتشتمك؟ هو ايه اصله ده؟ شفتي عفريت؟ اه عفريت دي مرعبه جدا. انت بتقولي على خالتي انا مرعبه؟ تصدقي انت لو ما كنتيش في بيتي انا كنت قطعتك بسنان. بيتك؟ هو انت بتسمي الخرابه المعفنه دي بيت؟ بعدين انا قاعده هنا بفلوسي. تصرفيكوا في فلوسك يا اختي، مش عاوزين استغنين. بقول لك ايه، انا اصلا معاداكي هنا واجب لخلي شكر، لكن خلاص واجبك واجبه خلصوا، يلا توكلي على الله من هنا. اسمعي يا اسمك انت يا كندا يا كوريا، كوريا اتصلي بشكري حالا عايزه اكلمه. يلا يا سلام اتصل بيه. يعني انت يعني جيتي في جمل؟ ايوه خير. هاتي. الو اسمع يا شكري، تيجي تاخدني من هنا دلوقتي حالا، انا مش هقعد في المكان ده ولا مع الانسانه دي دقيقه زياده، ولما تيجي انا ليا كلام معاك. قولي له جيب قرش انا شو عايزه اتنشا. ايه نشوف. شوف يا هيدا هانم، انا عربيتي تحت امر سيادتك، بعد ما عربيتك يعني اتحجز عليها من البنك انت وعربيه مروان بيه. انا عمري ما كنت ناكل الجميل، شوف انت عاوزه تروحي فين دلوقتي وانا اوديك. معرفش، المهم تمشيني من هنا دلوقتي حالا، وديني اي حته، وديني عند بابي هو يتصرف. انا استحاله اقعد في المكان ده ولا مع البني ادمه دي. بني ادمه دي؟ مش بني ادمه اصلا، دي لو جت تطلب مني حسنه وانا في العربيه هشها واغسل العربيه بعد ما تمشي. هي ازاي تكلمني بالاسلوب ده؟ ايوه بس بعد احترام المعاليك، يعني انت قاعده هنا متويه في بطن البقره، والناس هنا مش عايزين ينكشوا وراك ويدوروا ولا يعرفوا اصلك من فصلك. الناس هنا يا هانم طيبين وقلبهم على قلب بعض وبيخافوا على بعض، وانا عارف ومتوكد ان الاوضه اللي عايش فيها الراجل الجنيني في الفيلا عندك انضف من المكان ده 100 مره. بعدين عايز اقول لسيادتك حاجه، بس يعني ما تزعليش مني. نفترض دلوقتي الشرطه قبضت عليكي ورمتك في التخشيبه مع المجرمين وقطعين الطرق، ساعتها يا هيدا هانم هتقولي حق برقبتي، ساعتها هتقولي نار بطن البقرة أحسن من جنة التخشيبة. لازم نستحمل يا بنت الناس، وإذا كانت على كوريا يعني مضايقاكي بلاش تتعاملي معها خالص. كوريا مين مضايقاني إيه؟ بقول لك دي مش بني آدمة أصلاً. يا ست اعتبريها جار تقيل، والجار التقيل ساعات بنقول له صباح الخير يا جاري، أنت في حالك وأنا في حالي. وأوعدك يا هيدا هانم، إذا احتجتي أي حاجة اكتبها لي بس في ورقة، شرب وأكل وأجيبهولك لغاية هنا. بس تفهمها، تحفظ أدبها وما تكلمنيش بالأسلوب الفالجر بتاعها ده. هو أنا بقى كده ومش هتغير، واللي عاجبه. كوريا يا بنت استهدي بالله وافهم كويس، أنا مفطنك قبلك ده قبل ما أجيبها لك على هنا. لدي هانم بنت زوات وفي ديقة، وإنتي جربتي الديقة قبلك ده. احنا صعايده وبنفهم في الاصول وولاد بلد، اللي يجي يخبط على بابك ما بتردهوش، ودي مش جايه تشحت منك ولا تقول لك لله، دي جايبه لك فلوس، يعني ربنا بعت لك رزق ترفصيها برجليك ليه؟ تغري فلوس من وشاخي، مش عايزه منها حاجه، زي الوليه اللي اسمها ليلى اللي رمتني في السجن دي، تغور تولع، مش عايزه حاجه من الفلوس. وبعدين خل يعني على رايك، طالما هي في ضيقه قوي كده دي مش مكسوره حتى ولا غلبانه، لا بتتنك علي انا مش عارف. وبعدين بارده يا خيه، والله دي بارده، عامله كده زي حته الدهنه في الشوربه الساقعه. ايه الدهنانه اللي انت مرميه وسطيها دي؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ انت عشرتيها؟ اصوابعك دي زي بعضيها؟ انا عارفها وعشرتها كويس، دي ست عامله زي الفنطاب زي الطوفي، يتحط على الجرح ده يطيب. افهميني كويس، البيت ده لو استنيتوا عليه كتير هيقع على دماغكم وتترموا في الشارع. احنا محتاجينها وهي محتاجانا، هي محتاجانا عشان تتاوى وسطينا، واحنا محتاجينها عشان فلوسها. ايوه خال، بس بتتنك علينا بزياده قوي يا خيه، دي قهران، دي عامله فيها شلنا جول بجد. مين الست اللي واكله دماغك دي؟ انا عارفك لما بتهرب منك وتبقى عايزه تنامي، قومي تخمدي وهمليها، قومي. وبعدين استحمليها على راي البشمهندس اللي بيقول عشان الشوك اللي في الورد بحب الورد يغور الورد. ترتت، قومي نامي.
بيقعوا، فين الهز ده؟ اهو تلاقي توك توك معدي ولا حاجه. خش نام، بطل صلبطه وخش نام اجري. اهو توك توك. ايه القرف اللي انا فيه ده يا رب؟ ايه ده؟ انت مالك بس؟ فيك ايه؟ قومي يا بنت، مالك قاعده كده عامله زي السنه؟ يا بنتي الرطوبه هتاكل عظمك. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه ده انت مين؟ انا على مهلك. قوم قومي. انت اللي مين يا اختي؟ انت اللي مين؟ ابعدي ابعدي. هي كورية زمانك؟ نعم يا استا شكري. اسمعني، انا هايدي. هي هايدي هانم خير ان شاء الله؟ كورية عملت لك حاجه تاني ولا ايه؟ ما عملت ليش حاجه. قولي له قولي له جيب لي بسترمة بس يتوصل يشيل منها التوم. تومنا كيلو. حصل مذبحة كبيرة في المنطقة اللي انت جايبني فيها دي، وفي واحد ذبحوه بسيف كبير في وسط الشارع. مذبحة؟ مذبحة كيف يعني؟ ومين ده اللي قتلوه؟ الراجل اسمه ايه ده؟ خطيب اسمها ايه دي؟ ابراهيم، خطيب كوريا اللي احنا سلمنا عليه ده. يا ست هايدي نامي وتغطي كويس، اذا كنت قلقانة ولا حاجة دي كوابيس. غيري مكان نومتك وهتبقى زين ان شاء الله. انا شفتهم بعيني، شفت الدم بعيني، ذبحوه قدام الناس كلها، قتلوه. وبعدين انا قاعده مع الست المجنونه دي وخايفه قوي. تعالى وخلصني. مجنونه؟ كان لما ينططك ويعفرطك انت وعيلتك كلها. قال انا مجنونه ايه؟ طب بقول لك ايه، خليكي مطرحك، اوعي تفتح الباب لسندس لحسن تهرب منك في اي حته. وانا هتصل بسوكا بالتليفون وافهم منه كل حاجه، وخليك مطرحك. جينا منين دي؟ انا تقولي عليا مجنونه يا بنت؟ لا بس اسكت. بس بدك بدك اكبر قبل. انت بتعملي ايه؟ بتعملي ايه يا ربي اللي ناقصه؟ يا كفره انا جعانه. يلا هتروح النار. يلا يلا يا سيدي. يا كفره وكلوني يا كفره انا جعانه. اتفضلي يا سيدي. ما لقيتش غير المكرونه دي. كوريا قافله على كل حاجه جوه. شوف النمليه، خد اهو. ده كان في النمليه دي مكرونه حلوه كليها. مين؟ انا موسوكا يا جماله. تفتحي ما تخافيش. ثواني ثواني. اهلا يا تمام. تفضل. سلام عليك. اهلا وسهلا. تفضل. سلام عليكم. ازيك يا سندس؟ يوه مين جاب الغرب ده؟ ايه دي جمالات عامله لك اكل حلو اهوت وجميل. لا اوعي يا اختي، دي هتاخده مني. لا ما تخافيش ما تخافيش. كلي 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 يا حبيبي. دي حراميه. انا حراميه؟ معلش يا تمام سوري. لا انت ذنبك ايه؟ هي يعني اللي غلبانه ومخها طائق منها. لكن انت بيتهيألي كده انك بقالك كتير قوي ما شفتيش خالتك سندس. فعلا، عشان انا يعني سافرت من كتير، بقالي كتير كنت مسافره. السفر يا عيني على السفر. انت عارفه انا عمري ما سافرت، بس اسمع يعني بالسمع كده هوت انه هو غربه، وغربه صعبه ومره. مره قوي، مره فعلا. قوليلي، هو انت سافرتي قبل حادثه سندس ولا بعديها؟ بصي انا الصراحه مش فاكره، عشان انا سافرت من وانا صغيره، كان عندي 17 سنه. ياه، ده انت سافرتي وانت صغيره قوي قبل الحادثه بزمان. ده هي الحادثه كانت يمكن من 7-8 سنين. يا عيني بيتها واولادها وجوزها كلهم. النار كلتها. غراب طلل من وشها بقى القمر ده هوت غراب. طب كولي كولي. بس انت عارفه والله العظيم دي رحمه من ربنا. علشان ربنا يرحمها من الحزن والزعل على اولادها وعلى جوزها. اخد يا عيني عقلها وطيره وساب جسمها في الارض. بس عارفه تحسي كده هوت ان هي ممكن تكون عايشه معاهم بعقلها هناك. سعد ابني مال. يا حبيبتي ابنك. يا قلبي اسم الله عليك. سعد بيحب البيض. بيحب البيض؟ وده فيه. انا لقيتهم كلهم راحوا المستشفى وسابوكي لوحدك. قلت ايه اطلع اقعد معاكي شويه عشان اسليكي يعني، واخد بخاطرك واخد بحسك، عشان انت غلبانه بتصعبي عليا والله. اصلا انا عشريه.
بشرية قوي 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 يعني. ميرسي، متشكرة قوي يا تامر، شكرا. بس أنا بقى عرفتي يعني يا عيني كمان إنك عندك شوية ظروف. هي إيه خير؟ هو أصلاً لما كنت في الخليج زمان يعني من وأنا صغيرة اتجوزت راجل، بس هو طيب قوي، الله يرحمه توفى خلاص. لا إله إلا الله، الله يرحمه ويحسن إليه. هي الدنيا كده هو. والله الكويس بيمشي وبتكل على الله. وبعدين احكي لي. ولاده بقى حرموني من الورث وجابوني هنا على مصر يعني، وبس جيت هنا خلاص. يا ولاد الكلب يا ولاد الحرام. وبعدين كملي يا حبيبتي. مفيش خلاص، خلصت. هي دي الظروف. هي دي كل الظروف؟ طيب استأذن انا بقى عشان اكلم الواد ابني على التلفون علشان يطمني على الواد ابراهيم والبنت كوريا. اصل انا بقى ايه، قلت هما فيهم البركه يعملوا كل حاجه. الغراب ماشي. الغراب ماشي يعني، هو الغراب هتنيته قاعد لك. كلي يا حبيبتي كلي. يلا سلام عليك. سلام عليك. سلامة. اتفضلي. قوليلي، انا في سؤال كده محيرني. يعني انت بتقولي انك قعدتي 17 سنة هناك في قلب البلد ده هي. وبعدين المفروض انك ترطوني زيهم، لكن انت ما بترطونيش زيهم. ده اللي بيروح السعودية يعمل عمرة بيرجع يرطن، اللي بيروح الكويت شهرين يرجع يرطن، اللي يقولك ايش تبغي وايش حالك وحياك الله، ليه ما بتقولي زيهم يعني؟ أصلاً من كتر عمايلهم فيا فخلاص كرهتهم، فما بقتش عايزة أتكلم زيهم. أيوة كده فطنيني. سلام عليكم. وعليكم سلام. تفضل. سلام عليكم. علاء عبد الحميد، رئيس مباحث اسم مصر القديمة. يا سيد بدوي، طول عمرنا أنا وهيدي بنتعامل معاك، إنما اللي حصل إن في حد غريب دخل بينا. تمام. الأصول والضمانات اللي القرض خرج قصادها كلها موجودة، ودي حاجة مش قليلة، دي فلوس، دي حاجة 10-15 مليون دولار. انت جاي تلعب معايا نفس اللعبة تاني يا ابو طالب؟ مفيش لعب ولا حاجة يا باشا، اعتبرها تعثر زي ما اي حد بيتعثر. بعدين جدول القرض على 15-20 سنة، وسيب هايدي ترجع شغلها وتبدأ في سداد القرض بدل ما تتحبس. وفي كل الأحوال مفيش مليم هيدخل البنك. سداد ايه؟ العجز اكتر من 35 مليون دولار. انت مدرك للرقم؟ ويعني ايه تتحبس؟ ويعني ايه مفيش مليم يدخل البنك؟ انت بتهددني؟ انا ما بهددكش يا باشا، انا بس بفهمك حقيقة الوضع. عن اذنك يا ابو طالب، انا عندي ميتنج مهم دلوقتي. شرفتنا. بس كفاية كده. طب فوقيها بس كده، هي مالها فيها ايه؟ معلش يا باشا، ايه اصل البنايه لسه جايه مصر بقالها كام يوم. بسكوت يا باشا، عايشه في الخليج من صغرها ولسه وارد جديد. مالكش دعوه بيها، احسن ناحيه سعد. خليك تمشي في الشارع تقول سندس عملت وسوت. ما تخافيش يا حاج. طب كويس، بدات تفوق اهي. مين فيكم بقى كوري عبد العاطي؟ ايه سعد الباشا اللي واقفه قدامك بتتصربط دي، وعاملة وهي وقربتها حوار عايزين يهدوا البيت على دماغنا من فوق، مع ان سكان العمارة كلهم كل واحد منهم دفع حصته في تنكيس العمارة. حتى الست الغلبانة دي بتاعت الخضرة دفعت، انما هي من الشيفة رئنا. ومع ذلك كانت سعادة الباشا عندها محل لمؤاخذة كوافير وبتكسب ياما. ده غير ان قربتها متجوزة امير خليجي من اللي بيناموا على الفلوس ومتسيخة من هنا لهنا. شوفك نايمة في طور بيتك يا بعيدة. طب انت كويسة دلوقتي؟ احسن كويسه. ابعد انت بس، ابعد عنها انت. مالك يا حاجه، في ايه؟ هو انت ظابط حقيقي ولا من اللي بيطلعوا في التلفزيون؟ ايه الكلام ده؟ جرى يا حاجه. معلش يا باشا، هي اصلا تعبانه شويه. معلش، خليك معايا. طب يا نسا كوريا، الاخ سلومه مقدم فيكي بلاغ انك بتهددي ارواح 5 اسر لانك مش عايزه تشاركي في اعمال تنكيس البيت. ارواح؟ انا بهدد ارواح يا باشا؟ ايه، ما قالكش كمان اني بحدفهم بالملاتوف بالليل؟ يا خير روح، ما تلبسك انت ومراتك العقربه دي، راجل ناقص ومعفن صحيح. انت رايح تجيب لي الحكومه يا راجل يا زباله؟ شايفه
شايفه سعاده الباشا اللي اتأدبها وطولة لسانها دي مش عامله لسعادتك اي اعتبار. لا 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 اعوذ بالله، ده على دماغي من فوق يا باشا. بس هي كل الحكايه ايه؟ انا هشرح لك موضوع التنكيس ده. هما عايزين مني 10,000 جنيه، انا لغايه دلوقتي حوشت منهم كام؟ 4,300. يعني مش ساكته، بس لو الحكومه يعني مستعوقاني ولا شايفه اني مقصره، لو ممكن يعني تدفعهم لي هي بقى. ما انا هعمل ايه؟ ما هو اي حل بس نخرج بيه راجل معفن ده بره الموضوع، وبعدين انا بقى مني لكم حكومه نستفي مع بعض. هو ايه ده اللي نستفي؟ ايوه 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 يا سعاده الباشا، ايوه ايوه، احنا بقى نستنى ونموت لحد ما سعادتها تحوش الفلوس ولا الحكومه تديها الفلوس وتقسطها عليها. الله، ما تموت ولا تولع، يعني انت شايف نفسك ليك لازمه قوي يعني وانت حي؟ بس خلاص، احنا هننتدي بالحي وهننتدي بلجنه هندسيه تيجي تعين البيت. وهي اللي تقول لنا ومحتاج ايه وفي خلال قد ايه؟ يا ابني ايه يا سعاده الباشا؟ الحي ايه يا سعاده الباشا؟ ده انا جايب بدل المقاول 3 وكلهم اكدوا ان البيت ده لازم يتنكس، والاخت اللي واقفه قدامك دي هي اللي مؤاخذه اللي واقفه عنا. الحكومه جايبها تقول لجنه ومش لجنه، شيلها يا ست لجنه. ده بدل يعني ما تقبضوا عليها وترموها في التخشيبه. شوف يا باشا، هما دلوقتي مش عاجبهم كلامك اهو. انت هتعرفوني شغلي ولا ايه؟ اتفضل اقف بره انت ومراتك لغايه مكتب المحضر. ماشي يا سعاده الباشا. انا دفعت يا سعاده الباشا، استنى. اتفضل يا حاج. امشي. سياده الحكومه تشرب ايه؟ ميه بس مش ساقعه. عيني. انت كويسه دلوقتي؟ الحمد لله احسن. اسمك ايه؟ هاي جمالات. اسمي جمالات. جمالات؟ يا ابني انا مش عامل لك نسخه على المفتاح، انت لازم تفصلني. يعني ترسم الموناليزا يعني؟ جبت بطاطس كتير؟ اه، عسكري المراسله بتاع سعادتك جاب لك كل اللي انت طلبته. ومالك مستاتل قوي تبقى عسكري؟ زي ما يكون فالح قوي بتخلص القضايا اللي بدوها لك. كل 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 ما تصدعناش. طب وليه العكنانه دي؟ ما انا خلاص انا الاسم بتاعكم. اديك قاعد بقى للي اتخانق، للي عيال ثبتوه، للي بيتهم بيقع ويطلعوا مزاز مزاز بيئه. والباشا بتاعنا اللي خلاص كانت ميس ايجيبت بتجري وراه بيقول لك بيئه بس عجباني. يا عم انت مال اهلك؟ عجباني يا اخي. هات 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 البطاطس. انجز. وهي دي البطاطس الكتير؟ تصدق قادر انك عين نصابه. سلومه ده هو راجل ولا كل الرجاله، معلم من المعلمين بقى الحلوين قوي بتوع زمان. اه، مركز وقيمه وسيمه وهيبه وفلوس. ده انت تتقبطي دراعه كده هو وتمشي تتقلطي على مخاليق ربنا وتتعنطزي عليهم. وانت حبه عيني مكسوره، اتجوزتي راجل مكحكح مات وسابك، لا تهنيتي برجال ولا تهنيتي بمال، لكن سلومه ما شاء الله، هو ان شاء الله ان شاء الله هيكون العوض ليكي باذن الله. اسمعيني يا طنط، انت لو اتكلمتي معايا في الموضوع ده تاني انا هسيب عليكي كوريا، وبعدين انا ما اسمحش لاي حد انه يتطفل على حياتي الشخصيه بالشكل ده. نعم يا اختي. ايه بتخوفيني بالست كوريا بتاعتك؟ لا يا حبيبتي انا ما بخافش يا عمر. اه، وبعدين قاعده تكلميني بالنحوي تقولي لي اتطفل وانا طفلاشي؟ لا، خليكي قاعده كده هو زي الكلبه، بوزك في بوز كوريا، محدش هيشمك ولا حد هيعبرك. اه، ما هو اصل الفقر اللي في ناسه جاتك القرف عليك وعلى عيشتك. يلا 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 دي اسم الله. اه قال سلوكه الزفت. قال بقولك ايه؟ من غير توتر، انا المرة دي جاي لمصلحتكم مش ضدكم. احنا كان عندنا حملة في المنطقة فقلت اطلع للأنسة كوريا اقول لها ان تقرير الحي صدر، وفعلا البيت محتاج اخلة وتنكيس. يا يعني الموضوع هيتحول لقضية، انا كل اقدر اعمله ان اخر لكم المحضر شوية انه يروح للنيابة، بس طبعا ده مش كتير لغاية ما تحلوا الموضوع. ودي هو انا الصراحة يعني ما عنديش تفاصيل كتيرة عن الموضوع، بس انا هبلغ كوريا. هي قالت لي صحيح انك كنت عايشة في الخليج مش كده؟ في الخليج؟ اه كنت في الخليج. طبعا فرق كبير بين العيشة هنا وهناك، يعني باين حتى على طريقة لبسك وكلامك. هو فرق كبير الحقيقة. صحيح. طيب
ده الكارت بتاعي. يعني لو حصل اي حاجه او لو حبيت تكلميني من غير ما يحصل حاجه. ميرسي، متشكره قوي. شكرا. انا سامع انك بتفتحي محل جديد وعامله افتتاح كبير. ده حقيقي. بس حضرتك عرفت ازاي؟ ما انا ضابط المباحث المسؤول عن المنطقه، لازم ابقى عارف كل حاجه. معلش سوري نسيت. طيب مش هتعزميني ولا ايه؟ ولا هعزم انا نفسي؟ لا اكيد اكيد، تشرفنا اكيد. اتفضل. متشكر جدا. عن اذنك بقى، الكارت معاكي بقى، في تليفوناتي وكده. ماشي، عن اذنك. تعالي بص بقى اهو، كله حطيت له ورق وطبقته. شوفي بقى، انا عايزه منك حاجه مهمه. شوفي يا سندوستي، عايزاكي تعملي ايه بقى؟ جلاليب بيض وطرح بيض، عشان النسوان اللي بتروح الحج بيبقوا عايزين يلبسوا كده. حاضر يا حبيبتي، هعمل لك كل اللي انت عايزاه. طب وبقول لك ايه؟ ايه؟ الواد سعد ابني لما يجي اوعي تدخليه الا ما تغطي بتوع دي يا اختي. ها؟ ماشي، هغطيهم واتغطى انا. مساء الخير. انت مين يا ابني؟ ازيك يا امي؟ مساء النور. معلش انا ما اقصدش اخضك، هي كل مره بتيجي كده. اهلا وسهلا. انا الانسه كوريا كلمتني بخصوص موضوع البيت، وقلت لها ان انا حاجه استناها هنا عندك في المكان. وتستناها هنا ليه؟ البيت بيتها والشقه شقتها، انا مالي؟ ايوه ما انا عارف. انا قلت يعني اجي ابارك لك على المشروع الجديد بتاعك، خصوصا يعني يوم الافتتاح كانت الدنيا زحمه جدا ومعرفتش ادخل لك. ليه؟ هو انت كنت موجود يوم الافتتاح؟ هعتبر نفسي مش ضابط مباحث وهصدق انك ما شفتنيش. لا انا فعلا ما شفتكش. وبعدين انت بتحقق معايا ولا ايه؟ لا لا ابدا خالص، هو كل الموضوع يعني تقدري تعتبري نفسك انك مطلوبه امنيا، وانا بعتبر نفسي ضابط شاطر زي ما بيقولوا، وحاسس كده والله اعلم اني هعرف اوقعك. السلام عليكم يا سعاده الباشا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشا؟ اهلا بيك. منور الدنيا كلها. انا قلت اجي لكم كده نقعد لوحدنا الاول عشان اشوف طلباتكم ايه. نورت يا بيه، احنا جايين علشان نقول كلمتين او رد غطاء. اتفضلوا تحت امركم. بص يا سعاده الباشا، الراجل سلومه صاحب البيت ده راجل واطي ياكل مال النبي. احنا جهزنا له الفلوس وتصرفنا له فيها، بس عايزين نديها له على ايد الحكومه. ليه بقى؟ علشان لما يقفش الفلوس لو فكر بس انه يقل معانا ولا يلعب معانا الدنيئه، الحكومه هي اللي تتصدر له مش احنا. بس انا شايف برضو ان احنا لازم نمشي الموضوع ودي، لان انتوا في الاول وفي الاخر جيران وشكوا في وش بعض. عموما احنا هنقفل المحضر اللي هو عامله عشان التنكيس بالتصالح، وهنحط تاريخ جديد لبدايه اعمال التنكيس، وده طبعا عشان تقرير الحي. وانا كده كده هعمل لكم محضر بالصلح، واخد لكم عليه تعهد بعدم التعرض. صح، عين العقل يا باشا. ايوه بالذات بقى يا باشا موضوع عدم التعرض ده. ليه بقى برضو؟ علشان هو من ساعه ما تقدم لها عشان يطلب ايدها وهي رفضته وقالت ما يلزمنيش، وهو شايل منها ومعبي، عايز ينتقم مننا كلنا كده. لا طبعا، وانا ما اقبلش ان اي حد يضايقكم او يتعدى عليكم، خصوصا يعني وانا موجود. ربنا يخليك لينا يا باشا وينصرك على مين يعديه. اخر حاجه ممكن اتخيلها ان نادر يكون ليه علاقه بالموضوع ده. يا سلام، ما انا كنت شاكك فيه من اول لحظه. الباشا مجمد القضيه وما بيحركهاش خالص. بس انا خلاص ما بقتش قادره اثق في حد، حتى انتوا مش قادره اثق فيكم. انا مش عارفه اصلا انتوا معايا ولا ضدي، مش عارفه انتوا بتكلموني بجد ولا بتضحكوا عليا. انا حاسه ان انا خلاص هتجنن. ممكن تهدي شويه يا هايدي؟ ايه يا هايدي، يعني احنا هنكون يعني ضدك مثلا؟ اكيد احنا معاكي، ده انا قومته محامي كبير قوي، وهو طمني وقال لي هيبص على ورق القضيه وان شاء الله هيلاقي حل. بعد ايه؟ ما خلاص مفيش فايده. عندك حق تشكي في الناس كلها، بس الا احنا يا هايدي. عارفه ليه؟ عشان احنا بنحبك وهنقف جنبك لاخر لحظه. يلا لازم امشي بسرعه لحسن محمد راجع من المطار ولازم يلاقيني في البيت. يلا هايدي. انا ماشي،
خدي بالك من نفسك، ولو احتجتي اي حاجه انا موجود. باي باي. باي باي يا طارق. يلا خلي بالك على متجوز يا واد. مساء الخير. مساء النور. عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. قرايبك دول؟ لا دول قرايب جوزي. انا سمعت فعلا كنت متجوزه الله يرحمه. هو انت اصلا سافرتي من مصر امتى؟ من زمان بقى، من وانا صغيره. ولسه راجعه بقى على كده؟ لسه راجعه. طبعا حاسه ان مصر متغيره كتير. هي متغيره الحقيقه، متغيره. وانت بقى كنت عايشه فين في الخليج؟ انت ليه بتحقق معايا كده زي ما اكون متهم عندك؟ وبعدين انت بتطردني ليه؟ انت عايز مني ايه بالظبط؟ لا ابدا مفيش حاجه. وبعدين اسف جدا اذا كنت بزعجك. عن اذنك. وبعدين اخرته ايه اللي انا فيه ده؟ يعني هفضل هربانه كده لحد امتى؟ وهثبت براءتي ازاي؟ وانا هعمل ايه لوحدي وكل اللي حواليا يتخلوا عني وسابوني؟ حتى نادر اللي كنت معتمد عليه في كل حاجه وكان املي الوحيد سابني لوحدي ومشي. انا خلاص مش قادره اثق في اي حد تاني ولا عندي امل في اي حاجه. انا تعبت بجد، مش قادره خلاص. هايدي، انا جايه اترمي في حضنك قبل ما اسلم نفسي. سلمي نفسك. سلمي نفسك ليه يا بنتي؟ فضلت عايشه بالطريقه دي اخرتي هتبقى في مستشفى المجانين مش في السجن. انا هفضل هربانه لحد امتى؟ هفضل عايشه جوه جمالات دي قد ايه؟ انت مش متخيل يا بابي الناس اللي انا عايشه معاهم عاملين ازاي؟ مش متخيل بتصرفوا ازاي؟ انا خلاص مش قادره اكمل، انا تعبت. ليه بس كده يا ست هايدي؟ طب والله يا ابو طالب بيه، والله الناس هناك في بطن البقره بيعشقوا وبيحبوا ست هايدي دي، وخصوصا بعد ما فتحت المحل بتاعها، عاملينها هناك الرئيسه. يا هايدي يا حبيبتي، ما تضيعيش نفسك في لحظه خنقه. انت بجد قدرتي تكوني قويه، عارفه يعني ايه انك تعرفي تستحملي وتعيشي في المكان اللي انت روحتيه ده، وتعرفي تقفي على رجلك من تاني الحمد لله، وظل كل الظروف دي فتحتي مشروع طول عمرك بتحلمي بيه او شبهه كمان. ليه دلوقتي عايزه تخسري كل حاجه؟ هخسره عشان ده مش بتاعي، ده بتاع جمالات اللي انا مش طايقاها ولا قادره استحملها. انا خلاص عايزه ارجع هايدي بقى. غلط يا حبيبتي، غلط يا هايدي. انت لو رحت السجن مش هتستحمليه. لا هستحمل، ده عندي اهون مليون مره من ان انا اتخمن ناس بحبها ووثقت فيها. كمان حكايه نادر دي انا مش قادر اصدقها. نادر ده ضحيه زي هايدي بالظبط، بس كل واحد بيتحمل حسب طاقته. أنا فكرت زي ما بتفكر بالظبط يا أبو طالب بيه في الموضوع ده. أنا مش عارف هتفضل تدافع عنه لحد إمتى؟ ما كل حاجة واضحة زي الشمس، ده كل حاجة واضحة أكتر من الشمس. أكيد في حاجة إحنا مش فاهمينها، بس أنا هفضل وراها لحد ما أفهمها. يلا حبيبتي، يلا قومي كده وروحي مع شكري بطن البقرة وخليكي جدعة، خليكي قوية. حتى لو قعدتي سنتين جمالات، أحسن ما تترمي في السجن وناس تانية تتمتع بفلوسك. إيه ده؟ انت مستني حد؟ انا لا مش اطلع اطلع يا حبيبي، اطلع اوضتك، اطلع اوضتك. انا مش مستني. عفوا يا كوريا. عوف عليك يا خي. مفتاح الشقه للهانم، اصله نسيت مفتاحها فوق. وهي ليه يا ترى بقى ما بتنزلش من العربيه؟ على رجليها نقش الحنه ولا شغالين عندها؟ بقول لك ايه يا كوريا، هنرجع نعيد تاني ونزيد تاني. ما هي مستنيك يا خي. انت عايزه مني ايه؟ انت مالكيش دعوه بيني، انا مش ناقصاكي، سيبيني في حالي. بقول لك يا حبيبتي، انت فاكره نفسك نازله بنسيون خارجه الصبح وراجعه اخر النهار ولا حد عارف انت رايحه فين ولا جايه منين؟ بقول لك ايه يا كوريا، الهانم كانت بتزور والدها الباشا. عيب والدها شلها يا والدها. بقول لك يا حبيبتي، انت كده هتاخدينا كلنا في حديه، احنا متوينك جدعانه، مش هتخرجي وتيجي وترجعي لنا بالحكومه في ديلك. وعايزاني اسكت؟ انت مستحيله، انا الغلطانه ان انا رجعت. استاذ شكري خدني اي حته ثانيه، انا مش قادره استحمل خلاص. استهدي بالله كوريا، اديها المفتاح، اديلها المفتاح بدل ثلاثة. بالله العظيم بدي ادعلك. ماشي يا خيل، اتفضلي. بعد كده الخروج والرجوع يبقى باستئذان، مش ميخه هي. ماشي اتفضلي.
الو الو مين معايا؟ ايه مش فاكر صوتي. لا معلش مش واخد بالي. عموما انت عندك حق تزعل مني، انا اسفه يعني عشان المره اللي اتعاملت معاك بطريقه سخيفه المره اللي فاتت، بس معلش عشان كان عندي شويه مشاكل والناس اللي انت شفتهم خارجين من عندي كانوا يعني جايبين لي اخبار وحشه، وبعدين انت طول الوقت بتعاملني كده زي ما اكون متهمه عندك وبتحقق معايا، فيعني الحاجات دي عصبتني شويه. ما تزعلش مني خالص طبعا. متهمه ايه؟ وبعدين انا مش زعلان خلاص، المهم انت تبقي كويسه. بعدين يا ستي لو في عندك اي مشاكل ما تحكيها لي وانا هتلاقيني جنبك. متشكره. طب عشان ما اطولش عليك، كان في قريبتي كوريا اللي انا عايشه عندها يعني اللي شقتها كان عليها مشاكل، فاكرها؟ اه فاكرها طبعا، الكوافير. اه خطيبها بقى اسمه ابراهيم نوح السيد، كان جاله استدعى من النيابه وهو قلق قوي عايز يعرف يعني الاستدعاء ده عشان ايه، فلو تقدر يعني تعرف لنا. بسيطه خالص، انا بكره الصبح اول ما اوصل الاسم اشوف لك لو ليه اي محاضره عندنا تحولت للنيابه ولا لا، ولو في هعرف لك ايه السبب بالظبط. مش ده رقمك؟ اه رقمي. خلاص انا هسجله واكلمك بكره اقول لك ايه الاخبار. بس بقول لك ايه، هتعامليني زي ما بتعامليني دلوقتي مش زي قبل كده. لا 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 اكيد اكيد زي دلوقتي. يلا باي باي. ما بتكلموهش جتنا نيل، احنا لو بنعرف نتساوي كده ما كانش ده بقى حل. بتقولي ايه؟ بقول متشكرين يا جولي. العفو يا كوريا. يا جولي ايه الوش اللي انت عاملاه ده؟ والله واشتغلت فيك يا غالي انجليزي يا بطل البقره. يا بنت بلاش دوشه، انا مش عارفه اسمع الغير ومنك. اسمعي ما انت خلاص عيارك فلت انت كمان. شويه لقيت ست هانم مدخلاكي عليا ببدله رقص وسجاره. يا سلام. خير؟ عايزه ايه يا كوريا؟ عاوزه منك يا حصل، انا جايه هنا زبون اتفرج واشتري بفلوس. هو انا مش بنت وداخله على جواز ويلزمني جهاز؟ ولا تكونيش مفكراني يعني هقضي شهر العسل بهدوم الشغل؟ زبونه. ايوه زبونه. ايه مشبهش ولا مشبهش؟ المحل قدامك اهو، نقي اللي يعجبك، بس ما تبهدليش حاجه، واللي تبهدلي ترجعي تطبقيه. اسمعي بقى اما اقولك، اوعي تبيعي لها حاجه البنت دي، اترضيها بره. والنبي اتبطنت يا خالتي، ده المحل فيه حاجات حلوه شكلها تعجب الواد ابراهيم. بقولك يا بنت، ما تجيبي لي الاحمر اللي على الملكان بره ده شوف. ملكان؟ الحقي الحقي ردي. اوام الو. مساء النور. الحمد لله كويسه يا حضره الضابط. بتعملي حاجه بكره؟ بكره اشمعنى؟ اي حاجه يعني. لا بس ورايا المحل. كنت عايز اعزمك بكره على الغدا. تعزمني على الغدا؟ مالك بيها يا بنت انت؟ بترزلي عليها ليه؟ الله؟ لا مش هينفع، اصل انا هنا لوحدي في المحل ومش هينفع اسيبه لوحده، قصدي يعني مش هينفع اسيبه وامشي، خليها لوقت تاني. مفيش وقت تاني، هو بكره. انا خلاص حجزت المكان والغدا. وبعدين بقول لك ايه؟ لو قلت لا هبعت لك اتنين قمنا يقفوا على باب المحل، ما يدخلوش حد لغايه ما توافق. يعني اعتبر ده امر يا حضره الضابط؟ سيبتي ولا بامرك ولا حاجه. قلت ايه بقى؟ خلاص بكره اقول لك. اتفقنا. باي باي. اطلعي يا اختي هاتي لي العلمه اللي كان بره ده، انت ليلتك حمرا. شكرا. انا عارف انك مستغربه المكان هنا شويه، يعني اكيد عشت بره مصر ومش واخده على الاماكن هنا، بس صدقيني المكان هنا لطيف قوي، انا باجي كتير انا واحد صاحبي. لا المكان فعلا لطيف حلو قوي. بقول لك ايه، انا مش عايزك تتوتري من وجودي، يعني اعتبريني يا ستي مش موجود خالص، او ما اقعد على ترابيزه تانية ولا ايه؟ لا لا ازاي، لا لا مفيش حاجه خلاص. يخرب بيتك، يا ريتني جبت سيره مليون جنيه، ده انا لسه ما خلصتش الجمله. حبيبي انا قلت اطمن عليك، عامل ايه مع الموزة البلدي بتاعتك؟ بتحترم نفسك بقى، وبعدين مش وقتك، اقفل يلا دلوقتي. مش وقتي ايه، انا بتاع كل الاوقات، انا جنبك اساسا وداخل عليك، اطلب لي اكل معاك. ما تستعبطش، مفيش الكلام ده. وحيات امي جايلك. سلام. معلش يا ستي، واحد صاحبي مجنون شويه. المهم انت عامله ايه؟ كويسه قوي كويسه. طب قولي لي بقى، تحبي اكلمك انا عن نفسي ولا تكلميني انت عن نفسك؟ لا ابتدي انت الاول. لا سامعك. انا اسمي علاء عبد الحميد وبشتغل ضابط مباحث،
لو سألتيني ايه اكتر مهنة بتكرهها في الدنيا هقولك هي شغلانة المباحث. ازاي؟ والدي كان لواء شرطة متقاعد، كان مرشح يبقى وزير داخلية، وكان وقته كله للشغل، وطبعا بقى بقيت السيناريو انت عارفاه اجبرني ان انا ادخل كلية الشرطة، ولما لقيت نفسي دخلتها قلت خلاص ما بديهاش، نشتغل بقى ما دام دخلنا. لو عايزة ترد رد. لا لا مش مشكلة، اتفضل كمل بسمعك. بس يا ستي وانا ما اعرفش ابقى في حاجة وما بقاش شاطر فيها، انا اصلا داخل شرطة ب 96%. امال انت كنت عايز تبقى ايه؟ مش هتضحكي انا قلت لك؟ لا مش هضحك واضحكي. فنان تشكيلي. مش قلت لك هتضحكي؟ لا مش قصدي معلش، بس يعني مش لايقه خالص على شغلانتك. ده انا عندي كمان المرسم بتاعي وخدت جوائز كتير قبل كده، بس طبعا الجماعه التشكيليين بقى ما بيقبلونيش، يعني بيشوفوني كده ان انا برسم على سبيل الوجاهه، طبعا تلاقيهم بيقولوا من ورا ظهري ده ظابط ده ماله مال الفن والرسم. ما هو المشكله ان حتى الفنانين المثقفين المفروض يكونوا سابقين المجتمع بيفكروا بنفس الطريقه. في ايه مالك بتبص لي كده ليه؟ لا ابدا مستغرب طريقه تفكيرك، اصل ده كلامي بالظبط. طب استني هوصلك. لا 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 خليك انت، انا هاخد تاكسي ما تتعبش نفسك. لا تاكسي ايه، ما انا بقولك هوصلك. اطمن انا همشي لوحدي عن اذنك. لولو. اوكي براحتك. لا واو ايه جامده، شكلها هتلففك حوالين نفسك. هي حلوه وهاديه وبتتكلم زي اي واحده مثقفه، بصراحه ما فيهاش عيب غير موضوع العبايه ده، ودي سهله ممكن تقلعها وتبقى تلبس اي حاجه تانية، بس هو اسم جمالات ده بصراحه مش راكب عليها. يا عم لو على اسم غير ولا المشكله مش في الاسم، المشكله في المنطقه. احنا ما ينفعش على بيه ابن عبد الحميد باشا اللي كان بيهز الداخليه يصوم يصوم ويفطر على بطن البقره. ما تبقاش قوي كده برضه يا لولو. يا عم يعني احنا خدنا ايه من البنات الكلاس يعني؟ ما خدناش منهم غير وجع القلب والقرف. خلينا نجرب البنات ولاد البلد كده يمكن نرتاح معاهم. سيبك مني انا. انت عملت ايه في موضوعك؟ ظبطت الكلام مع المحامي ده ولا ايه؟ شغال. اسماعيل بيه بقى قرفني. كل شويه هسحب القضيه منك، هسحب القضيه منك. ما يسحبها يا عم يورينا هو الخبره ويقبض عليهم هو. بس انا برضه عامل اللي عليا وشغال. قفشت بنت مدمنة على علاقة بالواد المحامي، زقيتها عليه، وهي دي اللي هتجيب من الآخر. ده انتوا شغلكوا شغل رخيص. يا عم قلت لك خدني معاك في الأنتخة اللي انتوا فيها دي، بقى بالذمة كل ده في قضية واحدة؟ طب تعالى معانا الاسم كده. هتلاقي لك هناك مثلا ثلاث قضايا قتل على 10 نصب على 15 سرقة، مش بعيد كمان 34 مخدرات. لا يا عم أنا كده تمام، ربنا يبارك لك في اللي عندك. شكلهم غريب قوي قرايب جوزك دول. ليه بس؟ دول ناس طيبين قوي في منتهى الذوق، يا ريت كل الناس زيهم. ايه الغريب فيهم بس؟ انا ما اقصدش حاجه، بس لغتهم غريبه كده وهيئتهم كمان، وبعدين مشوا على طول كده. ما هم تلاقيهم عشان مش عارفينك فمش عايزين يحرجونا يعني، فعشان كده مشوا. ربنا يخليهم لك مادام بتحبيهم. يا رب. كنت مستعجله انت اول مره اللي فاتت. ما هو زي ما انت شايف انا لوحدي هنا في المحل، فلما بمشي بضطر اقفله خالص، فعشان كده. بس اقول لك على حاجه، انا كنت مبسوط قوي بالشويه اللي قعدناهم دول صراحه. وانا بجد، بس انا عايز اسالك سؤال. قولي. يعني انت أكيد شفت وقابلت بنات كتير، إيه اللي مخليك مصر عايز تشوفني وتقابلني؟ أنت عايزة الصراحة؟ أنا نفسي مش عارف، بس في حاجة غريبة بتشدني ليكي، وكل ما أحاول أشغل نفسي بأي حاجة ألاقيني برضو بفكر فيك وعايز أشوفك. محتاجش تفسير بقى للحالة دي. أنا بموت في ضحكتك دي. طب بس عشان أنا بتكسف قولي بقى، انت جاي بس عشان تقول الكلمتين دول؟ وانا بصراحه كل مره ببقى جاي عشانك، بس ببقى محضر سبب كده، اي كلام تلكيكه يعني، عشان لما انزنق اقولها على طول. طيب والتلكيكه ايه المره دي؟ الواد ده اللي كان جاي له استدعاء النيابه، خطيب قريبتك. هيما ابراهيم ماله؟ الواد ده شمال وسكته مش سالكه، وبعدين ما عارفه كلهم مسجلين، وبعدين مش شبهك ولا شبه قريبتك، وهي بنت جدعه ونظيفه وبنت بلد، فقلت يعني اقول لك عشان تقولي لها تبعد عنه وتشوف حد تاني احسن. بتحبه؟ يا ستي انا مؤمن جدا بالحب، بس برضه الحب لازم يكون للانسان الصح. يعني ما ينفعش انا اشوف واحده مثلا مسجله ولا محكوم عليها ب 10 15 سنه واحبها، ده ما يبقاش اسمه حب، ده يبقى اسمه عبط. ايهم بقى؟ لا 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 انا لازم ادخل شريك في المحل ده. اشمعنى؟ انا بقالي ساعه واقف بره مش عارف ادخل من كتر الزباين. ما شاء الله انت هتحسد ولا ايه؟ ما في حد برضه يحسد نفسه. ايه يعني انا بالنسبه لي انا وانت واحد، ف
فاكيد يعني مش هحسب نفسي. لا بالراحه، الكلام ده كبير قوي. طب ما انا عارف انه كبير، بس احنا لسه ما عدناش المرحله اللي تسميها ايه انت، انك بتلاقي تلاكيك عشان تجيلي. والله عندك حق، ده انا برضو النهارده متلكك عشان اجي. طب والتلكيكه ايه بقى دي؟ وايه دي؟ انت شايفه ايه؟ انا شايفه ساعه بس. لمين؟ هيكون لمين يعني؟ مش عرفني. انا احكي لك انا فكرت فيها ازاي وانت تعرفي يعني مين. قول. بص يا ستي، انا في واحده بفكر فيها 24 ساعه ليل نهار، ما تعديش عليا لحظه غير وهي في بالي. كنت عايز اجيب لها هديه، فقعدت افكر اجيب ايه اجيب ايه. قلت اجيب ساعه عشان كل ما اقرب الثواني يتحرك كاني بقول لها انك وحشتيني وحشتيني. طب حلوة قوي، ما تديها لها. تفتكر هتفرح بيها؟ اكيد هتفرح بيها. متأكدة؟ اكيد. عشان كل ما اقرب الثواني يتحرك كاني بقولك انك وحشتيني وحشتيني. طب وانا بقى جبتلي ايه؟ دعوني. أنا مش هقعد كتير، دقيقة واحدة هقولك على حاجة وأمشي على طول. طب تفضل تفضل. واركب الحنطور واتحط. ازيك يا حاجة؟ مساء النور يا أخويا، أنت مين؟ ده علاء يا سندس، علاء. تشرب إيه؟ لا ولا حاجة. أنا عاوز أقولك إني مكثف البحث أول يومين دول عشان نوصل للناس اللي حرقولك المحل. ميرسي، متشكرة أوي، مش عارفة أقولك إيه. ما تقوليش حاجة. هو بصراحة أنا اللي عاوز أقولك. إيه؟ أنا فكرت كتير ولقيت إن كل الحاجات اللي أنت بتعمليها مش لايقة عليكي، يعني المكان هنا والحارة حتى محل اللانجيري اللي أنت فاتحاه، حاسس كده إن كل الحاجات دي مش بتاعتك. بس أنا كويسة ما اشتكتش من حاجة يعني، والمكان هنا كويس ماشي الحال والناس طيبين وبيحبوني. لازم كمان تلاقي واحد يحبك وتحبي وتعيشي معاه بطريقة طبيعية. أنت صغيرة وجميلة، التجربة اللي انت مريتي بيها اكيد يعني مش احسن حاجة هتحصل لك. انت عايز تقول ايه يا علاء؟ انا بحبك وجاي النهاردة عشان اطلب ايدك بشكل رسمي. تقبلي تكوني مراتي؟ تاني سيبيني في حالي والنبي يا سندس، مخنوقة ومش طايقة نفسي. تعالي اتفرجي معايا على التلفزيون. خدي اشربي شوية. تعالي سميه عبد الرابول دماغه زي القاتل. ايوه ادي اللي انت فاتحه فيه. الو. مساء الخير. مساء النور. ايه الاخبار؟ عامله ايه؟ مخنوقه وزهقانه وقاعده في البيت ومش لاقيه حاجه اعملها. معلش، انت ممكن على فكرة تبدأي ترممي في المحل وتدهنيه وان شاء الله ترجعي تاني الشغل قريب. مش عارفة، لا خلاص حاسة ان انا قفلت من المحل. تحبي يعد عليك اخرجك؟ يا بنتي هاتم اكلمني. لا مش هينفع، الوقت خلاص اتأخر، انا هقعد اتفرج على حاجة في التلفزيون وبعدين ادخل انام. على فكرة انا هنزل من بكرة بحملة كبيرة حلم المسجلين والمشبوهين في المنطقة، وحاملهم عرض عندي في الاسم، وانت بقى ممكن تيجي بقى يعني تشوفيهم وتتعرفي على اشكالهم. لا 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 مش مهم خلاص، انا حتى لو شفتهم مش هفتكر اشكالهم. خلاص يا علاء مش مهم، حصل خير. حصل خير ازاي بس؟ ده حقك وانا ملزم اجيبهولك. انا متشكره قوي يا علاء، ميرسي بجد، ربنا يخليك ليا، بس بجد خلاص. فكرتي في الموضوع اللي قلتلك عليه؟ اي موضوع؟ اكيد يعني ما نسيتيش. لا ما نسيتش، بس لسه ما فكرتش برضو. ما تستعجلش عليا يا علاء. ما استعجلش ده ايه؟ ده انا مستعجل جدا جدا جدا. خلاص هفكر ان شاء الله. يا رب تطلع النتيجة لصالحنا. ماشي،
هسيبك دلوقتي وهكلمك بكره اقول لك عملت ايه. بحبك. ايه؟ بحبك. لا لا مش سامعه الصوت بيقطع. يعني هي الشبكه ما قطعتش غير دلوقتي. بقول لك بحبك. علاء انا هكلمك بكره، واضح ان النتورك وحشه قوي. ماشي هعديها بمزاجي. يلا تصبح على كل حاجه حلوه. وانت من اهله. باي. هاتي يا بنت التليفون بقى. هاتي عايزه اكلم عوض. حاضر يا سندس يا احلى سندس يا اجمل سندس يا اطعم سندس في الدنيا، بس هاتي بوسه حلوه الاول. ما طلعتش من نجوان باي حاجه مفيده. ونادر سكته اتقفلت. وهايدي ملهاش وجود اساسا. شكلي اروح لاسماعيل بيه واخليه يسلم القضيه لاي حد تاني غيري. ما تبقاش عبيط، دي اول قضيه تمسكها. هتروح تقول لهم ايه؟ مش عارف اشتغل؟ تروح مرور بقى بعد كده ولا ايه؟ مش عارف بقى. انا فاهم احساسك ده. انا كمان عمال الف حوالين نفسي عشان اجيب العيال اللي حرقوا الجمالات المحل. مش عارف اوصل لخيط حتى. بعدين يا اخي مفيش حاجه كبيره يعني تخلي حد يعمل كده. سيبك من المحل، انت عامل ايه معاه؟ طلبت ايه ده؟ يا نهارك اسود، طلبت ايه ده وشي كده؟ من غير ما تسالني، من غير ما تفكر في اي حاجه؟ يا عم بس هي توافق، وانا حاسس ان هي كمان بتحبني، بس يعني زي ما يكون كده في حيطه بيني وبينها. مالك يا عم انت، في ايه؟ تنح كده ليه؟ انا عارف الست اللي في الصوره دي. ست ايه يا عم انت؟ ما تحترم نفسك. بقولك طلبت ايه ده؟ وانا بقولك انا عارف الست دي كويس، بس مش فاكر شفتها فين. تكون ممثلة، مغنية، مذيعة. ايوه ايوه ما انا كمان بحس كده لما بشوفها، بس عادي يعني، هما الحلوين كده كلهم شبه بعض. ماشي يا عم الحلو، ما انت دايما واقع واقف، ربنا يوعدنا. نقوا علينا بقى نلمها كده وتفتت جاي. دول العيال دي الراحه يا عمنا هنشوفها ازاي. في ايه يا حضر؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ عمل ايه يا باشا؟ واخدينهم على محل يا باشا؟ يا باشا يا باشا في ايه؟ طب بلاش هم، طب يقولوا هم هيما عمل ايه؟ يا باشا يا باشا في ايه طيب؟ انت عسل. انت يا ست هاني، شوفي اللي الظابط بتاعك قبض على هيما ليه؟ بقول لك ايه؟ خلي بالك، انت هتروحي في 60 دقيقة لو هيما قال له حاجة. يا دي المرار الطافع، هو هيما كمان عارف الموضوع. هو أكيد قبض عليه عشان حرق المحل. وماله هيما بس ومال حرق المحل؟ ولا هو افترى ولا بيجدد وخلاص. هو انت عشان رجعتي تكلميه هتتخانقي معانا ولا ايه يا كوريا؟ لا يا ست هايدي لا. الواد هيما واد مشجع، ما يعملش العملة السودة دي. شفتي؟ هو بيقول لك أهو، وبعدين ما رجعتش أكلمه ولا حاجة، أنا بس حقانية وبقول الحق، هيما مالوش في حرق محلات. الحقي كلمي الظابط بتاعك قبل ما يهفلك معاه بكلمه كده ولا كان انت اللي هتشيل الطين. انا مالي انت حر. كلميني يا ست هايدي، خير البر عاجل. الو صباح الخير يا علاء. صباح الخير يا حبيبتي. علاء انا كنت عايزه اطلب منك طلب صغير. خلاصي طلب صغير قوي كده يعني. اتفضلي تحت امرك. الواد هيم ابراهيم اللي انت قبضت عليه من شويه. سيبيلي انا الموضوع ده، انا العيال دي عارف ديتها واعرف اتعامل معاهم كويس. هي قرصت ودني وهتلاقيهم كلهم جم تحت رجلك. لا لا بس هو ابراهيم ما عملش حاجه. مش كان خاطب قريبتك وسابها؟ ممكن يكون بينتقم. هما رجعوا لبعض، وانت عارف يعني ان مش عايزه مشاكل معاهم. حاضر يا حبيبتي هخرجه، اعمل لك اللي انت عايزاه. ميرسي، متشكره قوي يا علاء، ميرسي بجد. العفو. فكرت في الموضوع بتاعنا؟ لا لا لسه لسه، انا هفكر واكلمك. وبعدين انت مستعجل قوي كده ليه؟ انا مستعجل جدا طبعا. طيب روح انت دلوقتي وانا هكلمك. باي باي يا علاء. هيخرج. ارتحتي بقى؟ ايه وانا ارتاح ليه؟ خلي بالك انا عامله كل ده بس عشان قلقانه عليك، خايف عليكي من الكلابوش. إيه؟ كل ده مش سامعه سنجتي؟ وانت مش سامعه ليه بقى؟ واقعه على ودنك وانت صغيره. الله الله الله، جبتيها منين دي يا بنت؟ واحده زبونه قالتها لي عندي في المحل فعجبتني. حلوه صح؟ حلو. يو ما تصبر الا على البيت، هي الدنيا طارت. هيما كفرة كبداك. يا مساء الفل. ايه رايح فين؟ احنا هنا لوحدين. ما انا عارف. يوب انا جاي امسي على الست جمالات هاني، قصدي هايدي، وجاي اقول لها ان كبداكي طلع راجل وما فتحش بقه بنص كلمه، مع انه يعرف كتير، يعرف كله لا مؤاخذه. ميرسي ميرسي بجد يا استاذ يا استاذ ابراهيم، انا متشكره من قلبي. على ايه؟ شكرا على ايه؟ وكمان اصل الضابط علاء مزودها بصراحه، وانا ممكن ازعله، بس انا خدت بالي ان في تلطيف مشترك ما بينكم.
فقلت اسيبه ياكل عيش. لا جامد يا والد. امال امال بس خلينا بقى في المفيد. الواد سوكا كان معايا وانا بقرا الجورنال وعرف الموضوع. انا امنته ما يفتحش بقه، بس اصل الواد سوكا ماشي مع البت هاجر ما انت عارف، واللي زي سوكا ده لما يمشي مع واحده بيحكي لها على كل حاجه. تاني يوم مصر كلها تعب. انا يا استاذ ابراهيم الصراحه مش عارفه اشكرك ازاي. شكرا. على ايه بس يا ست هاني؟ والله انا من ساعه ما شفتك وقلت ان انت هاني. بيبان بيبان. لو انت خبره قوي في الهوانم يا واد. بقول لك ايه، يلا حبيبي عشان تلحق يومك، سكتك خاطر. يلا لسه العرض ما خلصش. عرض يعني ايه؟ فيه هديه مجانيه. ما تخلص كبدكي وتوخي في بق. هو مش الظابط علاء محتاس وداير يقبض على نص المنطقه ومش عارف مين ورا موضوع المحل؟ اه المعلم سلومه هو اللي زائق العيال. سلوكة؟ سلوكة ايه؟ اسمه سلومة. حاجة غريبة جدا، وانت عرفت ازاي؟ مصادري الخاصة. وبقولي للباشا بتاعك كبدكي بيقولك يا ابو دبورة ونسر وكاب المعلمة مش عاوزة كتاب. سلام. سلوكة سلوكة ايه؟ هو انت مالك فرحانة قوي كده ليه؟ يو عشان طلع اصيع من ابو دبوره بتاعك. مساء الخير. مساء النور يا علاء. حضرتك عندك استدعاء للحضور في اسم شرطه مصر القديمه حالا. استدعاء ايه؟ في ايه يا علاء؟ انا عملت ايه؟ الله الله، ايه مالك مالك خفت كده ليه؟ والاسم بيخوف قوي كده. وبعدين يعني ده انت هتتجوزي ظابط. في ايه يا علاء؟ ما تفهمني. احنا قبضنا على الحيوان اللي اسمه سلومه ده، والعيال اللي حرقوا المحل اعترفوا عليه. عايزك تيجي تعد عليا في القسم عشان اوريهولك وهو مرمي زي الكلب في الحجز. بعدين نقفل المحضر ونحوله على النيابه. طيب طيب مش مهم خلاص. مش مهم. وايه ده اللي مش مهم؟ مش مهم، انا مش عايزه اعمل محاضر ولا حاجه خلاص، انا متنازله عن حقي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه تتنازلي عن حقك بعد ما جبتهولك؟ هو في ايه؟ انت تصرفاتك غريبه ليه؟ علاء انا ضيفه هنا عند كوريا قريبتي يعني، وما بقاليش كتير، فانا مش عايزه اعمل مشاكل مع حد ولا عايزه اعمل مشاكل لحد. خلاص انت ماشي سلوكه ده وانا خلاص مسامحه. يا ست اعملي مشاكل براحتك وخدي حقك، وانا موجود عشان احميكي. مالا لازمتي ايه؟ بقول لك مش عايزه يعني مش عايزه يا علاء. في ايه؟ هو بالعافيه خلاص ماشي الراجل ده من عندك، وخلينا نخلص من الحوار ده. طب خلاص خلاص. طيب اهدي اهدي خلاص. انا اسفه يا علاء معلش، بس انا عديت بمشاكل كتيره قوي في حياتي، وكنت متخيله ان الحياه هنا يعني هتبقى اسهل، بس ما طلعتش كده. ما تزعلش مني معلش، حقك عليا. خلاص يا ست انا مش زعلان، هعمل لك اللي انت عايزاه، بس بشرط. بشرط ايه؟ اشوفك النهارده بعد ما اخلص شغل، نروح مشوار سوا. مشوار فين يعني؟ عامل لك مفاجأة. لا مفاجأة ايه؟ ما تخلصني يا علاء. خلاص انا هكلمك قبل ما اعد عليكي بنص ساعة عشان تلحقي تلبسي، وبعدين حاجة اختك. طيب يلا ماشي. عامل لك مفاجأة. عامة خلاص احنا قربنا نوصل. ساكتة ليه؟ لا مفيش خالص. طب ما تتكلميش ليه يعني؟ ما هتكلم اقول ايه؟ اي حاجة. انا من ساعة ما خرجنا وانت ساكتة، وبعدين كل ما اكلمك ترد على قد الكلام. ما انا بتكلم اهو. انت متضايقة من حاجة؟ لا خالص خالص مفيش. تعالى على بيت اتفضل. اتفضل. احنا فين؟ المفاجأة اللي قلت لك عليها. تعالي بس تعالي. يلا يلا لك يا مثال. تعالي ما تخافيش. لا يا علاء انا مش هدخل قبل ما تفهمني احنا فين. حاضر يا ست هقول لك. انا ساكن في العماره دي، انا ووالدتي، الدور الثالث الشقه اللي قدام الاسانسير، وهي عزماكي على العشاء وعايزه تتعرف عليك. عشاء ايه بس؟ عشاء. هي بصراحه قالت لي غدا، بس انا قلت لها ان انا هتاخر في الشغل، فاتفقنا نتعشى وهبقى انزل اوصلك. انا مش عارف مش عارف يا علاء معلش، انا لازم اروح. تعالى روحني البيت. هو في ايه؟ بقول لك ماما عزمانة على العشاء، وبعدين دي قاعده بتعمل في الاكل من الصبح، وانا اكيد يعني مش بضحك عليك. وبعدين ممكن اخليها تنزل تستقبلك بنفسها. لا تنزل ايه، انا عايزه اروح. بقول لك ايه،
انا كده ما عدتش فاهم حاجه. وانا كل ما اقولك على حاجه تقولي لي لا، اقولك تعالي الاسم شوفي المسجلين تقولي لا، تعالي عشان نقفل المحضر تقولي لي لا. عرضت عليك الجواز وعماله تتوهي في الموضوع، سالتك مره واثنين وثلاثه، في الاخر اللي بتقولي لسه ما فكرتش. دلوقتي بقولك هنزل والدتي تستقبلك بنفسها برضو لا. هو في ايه؟ انا مش منقول من هنا غير لما افهم في ايه. مش هينفع يا علاء، والله ما هينفع، عشان خاطري والله العظيم مش هينفع. ممكن لو سمحت تبطلي عياط وتفهميني في ايه؟ وانا بقولك انا عدوك، انا بقولك انا بحبك، كل عايز افهمه مالك فيكي ايه. انا احكي لك على كل حاجه، ينفع بس نمشي من هنا دلوقتي ونقعد في اي حته؟ حاضر اتفضلي. انا احكي لك على كل حاجه، بس في حاجه مهمه لازم تعرفها الاول. انا بحبك يا علاء، انا هجاوبك على كل الاسئله اللي في دماغك او اللي ممكن تيجي في دماغك. انا ما اسميش جمالات وما بقاش قريبه كوريا، وكل المعلومات اللي تعرفها عني غلط. وان انت مين؟ انا هايدي، هايدي ابو طالب. نصابة؟ لا يا حضره الضابط، مش النصابة، انا هايدي ابو طالب، البيزنس وومن المحترمه، صاحبه واحده من اكبر شركات السياحه في مصر. انا هايدي اللي غلطت غلطه واحده بس في حياتها، انها حبت راجل وامنت له ودت له كل حاجة، قلبها وعقلها وفلوسها، فضحك عليها وخد قرض باسمها وخانها مع أقرب صاحبة ليها وسابها وسافر. أنا عارفة إن الناس بتقول عليا نصاب وحرامية كمان، وعارفة إن البوليس بتدور عليا، بس دي مش الحقيقة. الحقيقة إن أنا ضحية، خسرت كل حاجة مرة واحدة، بيتي وفلوسي وحياتي وصاحبتي وأكتر راجل حبيته في عمري، ولقيت نفسي مجرمة وهربانة من العدالة. طب لما أنا نصابة ما سألتش نفسك أنا بعمل كده ليه؟ مجنونة يعني؟ إيه اللي يخليني أسيب كل حاجة واستخبى في حتة زي بطن البقرة، وأسيب اللي يسوى واللي ما يسواش يتحكم فيه؟ ما كنت سافرت معاهم، كنت خدت الفلوس ورحت صرفتها في أي حتة في العالم. أنت مش ضابط؟ مش بتشك؟ مش بتحلل؟ قولي بقى، من ساعة ما عرفتني شكيت ان انا نصابة؟ طب لما انا نصابة حبتني ليه؟ انا بسألك، قولي انت شايفني نصابة؟ بسألك يا علاء، جاوبني، انت مصدقني ولا لأ؟ مش مهم اكون مصدقك او لأ، لان حتى لو مصدقك انا بشتغل ضابط مباحث، مفيش حاجة قدامي أعملها دلوقتي غير إن أقبض عليك. يعني إيه تقبض عليا؟ يعني أنا بقول لك كل اللي بقوله لك ده عشان تقولي أقبض عليكي؟ طب لما أنا نصابة ما طلعتش معاك ليه عند مامتك واتجوزنا على إني جمالات؟ أو ضحكت عليك وقلت لك مفيش نصيب ومشيت؟ أنا بحكي لك كل اللي بحكيه لك ده باعتبارك الراجل اللي أنا حبيته، مش باعتبارك ضابط المباحث. أنا من ساعة المشكلة اللي حصلت لي ما اطمنتش لحد غيرك ولا وثقت في حد غيرك. أنت الوحيد اللي أنا حسيت إن هو ممكن يقف جنبي ويساعدني، تقوم تقولي أقبض عليك؟ أنا مش هقبض عليك، بس أنت لازم تسلمي نفسك ودلوقتي حالا، لأن ده هيكون مفيد ليكي جدا في القضية. وأنا بقولها لك تاني أهو، أنا لسه بحبك، هفضل جنبك لغاية ما تاخدي البراءة، وأول ما تطلعي هتجوزك. أنت ليه مش عايز تفهمني؟ ليه مصر تقف ضدي؟ طب لو انا كنت عايزه اسلم نفسي ليه عملت كل ده؟ ليه غيرت اسمي وليه رضيت بالبهدله في الحاره؟ انا مش حامل ان انا اقعد يوم واحد في الحبس، انا مظلومه وما استاهلش كل اللي بيحصل لي ده. انت فاهم ده ولا لا؟ حاسس بيا ولا لا؟ فاهم وحاسس، بس انا كمان وضعي صعب، مش هقدر اخالف ضميري. احنا هنطلع من هنا على الاسم عندي، هعمل لك محضر انك جيتي وسلمتي نفسك، وانا هتابع بنفسي كل حاجه عشان اضمن انك ما تتبهدليش في اي حته هتروحيها لغايه ما تاخدي البراءه ان شاء الله. لو سمحت الحساب. يعني ده اخر كلام عندك؟ لا
ده مش آخر كلام عندي. آخر كلام عندي إن حبيتك بجد، بغض النظر بقى انت مين أو اسمك إيه أو ساكنة فين، إن في حاجة جوايا بتقولي إنك ما بتكدبيش عليا. يلا بينا. مالك في؟ انت كويسه؟ انا كويسه، انا تمام. طب احنا برضو في طريقنا نعدي على المستشفى نطمن عليك، يعني مش هضمن بعد كده موضوع المستشفى ده. الحقنه دي هتظبط الضغط، وهنعمل شويه تحاليل كده علشان نطمن، بس لازم تاكلي حاجه ونامي شويه. شكرا قوي يا دكتور. شكرا. لا. انا عايزه اطلب منك طلب. اتفضل. شايفة الراجل اللي بره ده؟ ده خطيبي، أنا معاه هنا من ورا أهلي، بقاله 3 ساعات عمال يضرب فيا في العربية تحت. يا نهار أبيض. اسمعيني، أنا عايزاكي تخرجيني من هنا بأي شكل من غير ما ياخد باله. عايزة أروح لأهلي، عايزاهم يعملوا محاضرة عشان يخلصوني منه. بس هتخرجي من وراه إزاي؟ أنا هقولك، استنى. خدي دول. لا والله ما أخد حاجة، إحنا ولايا زي بعض. ربنا يخليكي. طب اسمعي أنا هقولك إزاي. ممكن ادخل لها؟ حضرتك دفعت؟ لا لسه. طيب هي هتفضل ساعة تحت الملاحظة، وبعدين هنعمل لها تحاليل. لازم حضرتك تدفع دلوقتي وتجيب لي الإيصال بتاع الدفع. طب اطمن عليها الأول، واحنا هنطير. اتفضل حضرتك اطمن عليها. أنا آسف، دي التعليمات. الخزنة فين؟ تحت جنب السلم على ايدك اليمين. يلا. هو مشي؟ ايوه يلا. امشي على طول، هتلاقي سلم ينزلك على الباب الوراني. فيها وهقفلها لكم برضه لغايه ما اوصل لها. يا سعاده الباشا والله ما اعرف حاجه. وبعدين انت ماسك في قفايا انا بالتحديد ليه؟ ما المنطقه كلها قدامك، ايه ولا عشان ست غلبانه ومن كسره يعني؟ يا سعاده الباشا، الاخت جمالات اخت فاضله ولما نرى منها سوء، ايه حكايتها مع الشرطه؟ مالكش انت دعوه يا عم الشيخ. بنت كوريا فين؟ مين نجت ايه؟ اهي بنت كوريا. واد يا سوكا اخت عليك يا ولا، بقى تاخد كوريا يا واد وتسيب امك. حقك عليا يا ام، حقك عليا. مره الجايه اخدك معايا انت وقال الحاره وعلاء باشا كمان. ايه يا ام سوكا، استكتر علينا نقعد مع النجم يوم واحد ولا ايه؟ ما كل يوم قاعد معاك وبيغني لي كل ليله. اه يا ام سوكا. تعالي تعالي. انا باشا. بنت هايدي فين؟ هايدي؟ هايدي ده يا باشا، ده نقل باندا ولا ايه؟ تستهبلي يا بنت. جمالات فين؟ اه جمالات. ونبي ما اعرف يا باشا، بكلمها من الساعه 8 كده وهي ما بتردش. ده انا حتى فكرتها خرجت معاك. ما هي ما كانتش بتتكلم مع حد الا سيادتك. لو ما كانتش معاك يعني تبقى فوق. مفيش حد فوق غير الست المجنونه اللي عماله تصوت دي. سدس، سبتيها لوحديها؟ قلت لك ما تسيبهاش لوحديها، ممكن تحط ايديها في الغساله وتتكهرب. يو يو، وانا اعمل ايه برضو يا خال؟ ما انا برضك لازم اخرج افك عن نفسي شويه. وانا يعني ايه؟ كنت وليت ابراها؟ بنت انتي، انا هوديكي في 60 داهيه، انت كنت متستره على واحده هربانه. ضهر اسود هربانه؟ ونبقى ما اعرف يا باشا،
انا كل اللي اعرفه انها بنت محترمه وبنت ناس، هي يكش بس يعني متخانقه مع جوزها شويه، عشان كده احنا مكمرينها عندنا لحد ما يستلحوا. ولو كنت يعني قايله في الحاره انها قريبتي ده عشان محدش يضايقها يعني وكده. انت عارف يبقى تيجي معايا الحبسه بقى لغايه ما تفتكري هي فين وتجيبها لي من تحت الارض. طب صلي على النبي يا باشا، صلي على النبي بس كده. اسمع هقول بص بقى يا باشا، لو انت شايف ان انا متسطره عليها يبقى احنا الاثنين بقى كنا متسطرين مع بعض. ليه بقى؟ اظن الحركه كلها شاهده. ده انت كنت خارج داخل من عنديها ولا موظف في بينكم سر؟ هي كانت بتكلم مع حد اللي معاك؟ لا ده انت تيجي معايا الحبس من دلوقتي. صل على النبي يا باشا، صل على النبي. كره ما تقصدش يعني بتفضفض بكلمتين، امال في ما انت بقى يا اللي مستهبل لي فيها وعامل لي فيها عبيط. كره لو ما جيتش من نفسك كده وقلت لي هي فين انا هحبسكوا كلكم وبخليها بقى تنفعك. انا مالي يا باشا، انا السواق وخلاص. اتلم بقى اتلم على يعني. لا اله الا الله. ولا يا زوجة ولا هي البت جمالات نصابة وحرامية وسوابق. انت هتوديني بدي انا اعرف؟ ارفع ايدك فوق يام، امشي قدام، ارفع ايدك. امشي ده انا واخدالك اجازة يومين وقاعدين في وش بعض. احكي لي بقى ايه اللي مضايقك؟ فضفضي وخرجي اللي جواكي، سرك في بير ما تقلقيش. احكي. علاء صعبان عليا. علاء مين؟ الظبط؟ بهدلته معايا، سيبته لحد ما حبني وبعدين حطيته في أصعب موقف، خليته يختار ما بين حبه وشغله، ولما اختار شغله زعلت منه. فكري في نفسك دلوقتي وهتطلعي من اللي انتي فيه ازاي، وهو لو بيحبك هيستناكي. خدي غيري هدومك كده وريحي نفسك، انت شكلك تعبان قوي. مكسوفة مني؟ اودي وشي الناحية التانية عشان تغيري؟ لا مش مكسوفة، مستغربة ايه اللي يخليكي تستقبليني في بيتك مع انك عارفه ان وجودي عندك خطر عليك؟ والله انا نفسي معرفش، يمكن عشان انتي من ناحيه سوكا. اذا كان سوكا نفسه مش موافق وكان نفسه انك تقولي لا. بس بصراحه لما كوري حكيت لي حكايتك صعبتي عليا وعرفت قد ايه انتي مظلومه، وبعدين قلت مش هبقى انا والدنيا عليكي. بجد الواحد بيكتشف معادن الناس وقت الشده. قد ايه كان في ناس قريبين مني وباعوني من غير اي سبب، ناس معرفهمش وقفوا جنبي. يعني انتي كوريا وشكري وسوكا وقفتوا جنبي بدون اي تمن، عنك ممكن تسيبوني في الشارع او يتقبض علي عادي. يا ما هتقابلي ناس يا هايدي، المهم اللي اشتروكي اوعي تفرطي فيهم، لان مفيش عيب اكتر من انك تبقي محتاجة حد ويبيعك. ايش ده؟ ده انا واخدالك اجازة يومين وقاعدين في وش بعض. احكي لي بقى ايه اللي مضايقك؟ فضفضي وخرجي اللي جواكي، سرك في بير ما تقلقيش. احكي. علاء صعبان عليا. علاء مين؟ الظبط؟ بهدلته معايا، سيبته لحد ما حبني وبعدين حطيته في اصعب موقف، خليته يختار ما بين حبه وشغله، ولما اختار شغله زعلت منه. فكري في نفسك دلوقتي وهتطلعي من اللي انت فيه ازاي، وهو لو بيحبك هيستناكي. خدي غيري هدومك كده وريحي نفسك، انت شكلك تعبان قوي. مكسوفه مني؟ اودي وشي الناحيه التانيه عشان تغيري؟ لا مش مكسوفه، مستغربه ايه اللي يخليكي تستقبليني في بيتك مع انك عارفه ان وجودي عندك خطر عليك. والله انا نفسي معرفش، يمكن عشان انت من ناحيه سوكا. اذا كان سوكا نفسه مش موافق وكان نفسه انك تقولي لا. بس بصراحه لما كوري حكيت لي حكايتك صعبتي عليا وعرفت قد ايه انت مظلومه، وبعدين قلت مش هبقى انا والدنيا عليكي. بجد الواحد بيكتشف معادن الناس وقت الشده. قد ايه كان في ناس قريبين مني وباعوني من غير اي سبب، ناس معرفهمش وقفوا جنبي. يعني انتي كوريا وشكري وسوكا وقفتوا جنبي بدون اي تمن، عنك ممكن تسيبوني في الشارع او يتقبض علي عادي. يا ما هتقابلي ناس يا هايدي، المهم اللي اشتروكي اوعي تفرطي فيهم، لان مفيش عيب اكتر من انك تبقي محتاجه حد ويبيعك. الجميل زعلان كده ليه؟ لا مفيش حاجة. انتي فتحتي تليفونك؟ لا كان في مسج مهمة لازم ابعتها، بعتها وخلاص. طب ازاي بقى مفيش حاجة؟ ده انتي حتى مش عارفة تضحكي. ربنا ما خلقش حاجة ليها أول وملهاش آخر، وهو عمر واحد، فبلاش الحزن ده. كل الناس اللي بحبهم وحشوني، مش عارفة أشوف أي حد فيهم. هما مين بقى الناس اللي انتي بتحبيهم دول؟ علاء وحشني أوي،
كل شوية بتخيل انه هيجيلي على هنا يخبط على الباب يضحك ويقول لي لقيتك كأننا كنا بنلعب استغماية. هم الناس الأغنياء برضو بيلعبوا استغماية؟ انا كنت بلعب استغماية طول الوقت انا ونجوان، بس هي كانت طول الوقت تسيبني مغمية عينيا وتروح تلعب مع حد تاني. هاجر موبايلك بيرن يا هاجر. طيب جاية سوي. ما كنتش اتمنى اقولها لك في رسالة، بس انت وحشني بجد وانا مقدرة موقفك ومش زعلانة منك، وعايزك انت كمان تقدر موقفي. ارجوك اوعى تزعل مني، اكيد قريب ربنا هيثبت لك ان انا كنت مظلومة. اوعى تبطل تحبني لحد ما الوقت ده يجي، وساعتها هنمسك ايد بعض ونخرج للعالم كله ونقول اننا بنحب بعض. بحبك قوي قوي. الظاهر الالوان حرقت لي عيني. طب انت بترسم طول عمرك ايه الجديد يعني؟ يا عم سيبك مني انا، انت مالك قافل كده ليه؟ اسماعيل بيمكدرني، والقطايه شكلها معربه، هايدي ملهاش وجود، ونادر شكله ملوش في الليله، والفلوس بره مصر. هسحر انا؟ عمال يقول لي بقى دي رابع قضيه ما بتخلصش الا لما بديها لزمايلك. انا مش طايق نفسي علاء. معلش معلش يا ياسر. معلش ايه؟ وانا بقول لك حكيت العربيه وانا جاي لك. مالك يا ابني انت راخر النهارده؟ مفيش حاجه. فين اللوحه بتاعت صاحبتك؟ خلصتها. خلصتها؟ طب انا هموت واشوفها، هي فين؟ ارفع القماش الابيض هتلاقيها تحتي. طب ايه؟ ردت عليك في موضوع الجواز؟ رفضت. احسن يا عم فكك، شكلها وحشه خالص. دي اللي كنت مجننة عليها. فوزت ابوس ايدك وطي صوتك. ما هو طيف له تلات ايام عندنا نشيله في حنا وعلى راسنا كمان، لكن ما توصلش ان انزل اقعد على القهوه عشان ما ينفعش اقعد مع حرمه غريبه في بيتي. يا فواز يا اخويا، ده انت ابو الواجب، انت ما ربيتنيش على كده، الست في بيتنا عيب. بقول لك ايه، فضيها سيره بقى، انا مش عايز وجع دماغ. طب بس بدل ما تسمع صوتك بقى. مش انا همشي. لا يا هايدي هايدي استني بس، اصل فواز متضايق شويه. معلش عشان خاطري. معلش يا هاجر انا لازم امشي، مش عايزه اعمل لك مشاكل اكتر من كده. مش هينفع اسيبك تمشي يا هايدي عشان خاطري، خليكي قاعده. شكرا قوي يا هاجر. يا هايدي استني بس اسمعي. حاجبك كده؟ يلا يا ست جولي، ما احنا ما وراناش غيرك، مش عامله زي القرش البراني كده من المرمية رجع لي تاني. معلش يا ست هايدي، كوريا دايما تهزر معاكي بتحبك. معلش هي معذوره، انا برضه تعبتها معايا قوي وهي مالهاش ذنب. لا ما بحبهاش. غش بس، انا اللي حاسه انها عامله زي الاهل الصغيره ومسؤوله مني. وبعدين العمليه عارفه. ايوه سوك، انا مش قلت لك اوقات حصلني؟ بقول لك ايه، مزنوق في الكباريه، الزباين على ودني. طمنين انت، عملتوا في المشكله اللي عندكم؟ ولا حاجه، على حطت ايد. لا عارفين هنوديها فين ولا عارفين هنعمل ايه. بقول لك ايه، انا عندي فكره جهنميه، والهانم كده شكلها هتطول شويه. بقول لك ايه، ايه رايك اما ناخد ست الهانم ديت ونسكنها في البنسيون اللي كانت ساكنه فيه البنت نوال؟ قلت ايه؟ ايه؟ بنسيون؟ لا بنسيون لا، الحكومه هناك رجليها داخله طالعه عشان يطمنوا على السكان، وبنت الناس هناك دي ما ينفعش تكون هناك. ايوه صح، خال بيقول لك ما ينفعش. وبعدين تعالى هنا، ادام البنسيون ده كانت قاعده فيه اللي اسمها نوال، يبقى اكيد مشموم. اللي هي تولع في قلب بدله الرقص مطرح ما هي قاعده قادر يا كريم. طب انا بقى اتلقيت المكنه الصح. فين؟ اقول لك بقى فين؟ ايه رايك اما ناخد ست الهانم ونسكنها مع نوال في الشقه الجديده اللي عزوز جابها لها؟ بقول لك ايه، حته دين شقه مش عايز اقول لك. انا مش عارف عند الاوض بتاعتها. اه قلت ايه؟ بيقول لك تقعد عند نواه، ده انا خنوحه كده من ايديا دول وافقر لها في الارض عشان اتويها ولا لاقيهاش تقعد مع نواه. طب ثلاثه بالله العظيم، الراجل اللي اسمه سوكا ده كلامه مظبوط، المكان ده صح، ما الناس صالح احنا بكلفاتك مع نوال. انت عندك حق. هو انت عندك حل تاني يا كوريا؟ معرفش، اكيد في حل تاني. اللي هو ايه؟ معرفش، نفكر. يبقى مش وقت مشاكلك دلوقتي، هاتي التليفون. الو، اه يا سوكا،
هي نوال دي ساكنه فين؟ زكست كل في شارع الهرم. طب انت متاكد منها؟ 100%. طب بص بقى، انت قول لها ولو وافقت يعني يعتبر مكان جديد وبعيد عن الشبهات. وانا هكلم نوال بقى، مش عايز اقول لك بقى، وحياه ربنا اول ما تشوفك هتاخدك بالحضن. لا نوال دي كريمه قوي قوي. يبقى انا خلاص هروح لنوال. يعني زنقت معاك البلد كلها ما لقيتيش الا مكان نوال؟ ماشي يا جول بشوقك، بس كده بقى جري يا بحر. رايحه فين؟ اوعخي مالها البت دي؟ يا اهلا يا اهلا، خطوه عزيزه منوراني يا ست جمالات. لا ده اسمها هايدي هاني من نوال. يوه يقطعني، اصلي واخده على قديمه. معلش مفيش مشكله، بس الشهاده لله انت برنسيسة. انا قلبي قال لي انك لا يمكن تكوني قريبة اللي ما تتسمى كوريا دي. اهو الفرع اللي يجيب الصبارة الناشفة يجيب برضو الوردة المفتحة دي. ولازمتها ايه بس؟ لازمتها ايه؟ انا عيبه في كوريا هي مش موجودة معانا نوال. الله، جرى ايه يا عم شكري؟ ما انت عارف ما بقبلهاش، وبعدين بتفك مع الست هانم بكلمتين. يبقى بلاش ست هانم والكلام ده، قولي لي هايدي على طول. هايدي على طول؟ طيب يا اختي بيتك ومطرحك، وبعدين انا سوكا كلمني وفهمني على كل حاجه، وسوكا ده بقى وش الخير عليا، وانا لا يمكن اقول له ابدا ابدا لا في اي حاجه. وبعدين انت حبيبتي وقفتي معايا وقفه السبع رجاله لما كان سلومه الناقص ده عايز يتجوزك عليا وانت رفضتي، وبعدين انا حلفت ان اللي يقف جنبي انا خدمته ليوم الدين. منورني يا ست هايدي. جاتك القرف؟ جاتني القرف ليه يا وليه كده؟ عيب عيب عيب. يلا ياما خشي جوه ياما. بتضربني خلاص ياما. قلت لك امك هتذلني. بقول لك ايه يا كوريا، تقعدي دلوقتي مع الست هايدي، افهمي منها هتقول لك ايه، افهميه وعيه كويس، ما عايزينش حد يعيب على مقص هايدا. ما بلاش الاسم ده خيل، ايه هايدي ده؟ تحسوا اسم ميري كده، تحسوا بيتسلت من البق كده ملوش ملك. اسمعي بقى، انا هعمل لك جدول مكثف 8 ساعات كل يوم. جدول؟ جدول ليه يا اختي؟ انا دخلت المدرسه. ما تهدي يا بنت الناس، مالك كل شويه فط زي الفطيطه دي. وهي موقفاك بقى الف على الفصل خل ولا ايه عشان سكت اللي ما بيتكلمش؟ طب انا بقى اتكلم بالشوق. كوريا بعد اذنك انطر خفيفا عشان في مصلحه كده هروح اخلصها. خدني معاك يا ابن الناس. طب خدوني معاكم. اقعدي 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 يا بنت، استرجلي استرجلي اكتر من كده. خل يلا خال، سلام عليكم. يلا هات لي معاك حلاوه وهبيت سعد بيحب البيت. هجيب لك يا سلطان. بصي لي كده، هجيب لك حبيبتي. ركزي معايا، الثمان ساعات دول هنقسمهم على الشكل التالي. اول نص ساعه ورك اوت، ايه تمرين يعني رياضه، وبعدين عندك ساعه انجليش وساعتين عربي عشان تحسني لهجتك وتعدلي بقك. الساعتين بقى اللي بعدهم دول عشان الاتيكات. ايه الاتيكات ده؟ اتيكات اتيكات اتيكات. الاتيكات ده هعلمك فيه ازاي تاكلي، ازاي تشربي، ازاي تلبسي، وازاي تمشي. الساعه اللي فاضله هقعد احكي لك فيها عن مروان بيحب ايه وما بيحبش ايه، مزاجه ايه. طب ما كده 7 ساعات ونص. برافو عليكي، فاضل نص ساعة. النص ساعة اللي فاضلة دي عشان تسأليني فيها عن أي حاجة أنت عايزة تسأليها. ونبى أنا حاسة إني شفت الحوار ده قبل كده في 5 أفلام و6 مسرحيات، اللي هي منهم بتاعت أنت الكلب الكبير، فاكراها دي؟ وفي الآخر بنتها أما بتقع في الخية وبتتعكش وبتتفقس وبتتسحول على عينها ولا حد بيعبرها اللي هو في جنبيها. ما تقلقيش، إن شاء الله مش هتستحولي ولا هتتفكش ولا هتتهكرش. يو اتفضل، اجل هتعلمني الكلام، ما كانت كلام عندها بايظه اساسا. طب وخالتي مش هتاكل معانا؟ سندس قاعده مع طنط وموسوكا جوه بيشوفوا فيلم، انا قلت لهم وقت الدروس مش عايزه حد منهم معانا. ماشي. طب ابوكي دافع في الاكل ده؟ عشان طنط وموسوكا اللي قاعده جوه دي لو اكلتنا لقمه هتشردنا عليها بقيه العمر. اطمني، بابي هو اللي دافع. دلوقتي ركزي معايا واعملي زي ما انا هعمل. ماشي. يلا. هنمسك السكينه كده والشوكه كده، نقطع حته اللحمه كده وناكلها كده. عادي جدا، سهل جدا. يلا وريني. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتعملي ايه؟ ايه انت بتعملي ايه؟ مش انا قلت لك ركزي معايا واعملي زيي وانا عملت كده؟ يا اختي احنا هنصور فيلم، انا بحب اللحمه بالعيش. بصي يا حبيبتي، لما تبقي تسافري وترجعي تبقي تاكلي زي ما انت عايزه، ومن هنا لحد ما تسافري تسمعي كلامي انا. مفهوم؟ مفهوم يا ست القبي. اتفضلي. هنمسك السكينه بايدنا اليمين
والشوكة بإيدنا الشمال، نثبت حتة اللحمة كده ونقطعها كده، وبعدين نروح أكلينها كده. عادي جدا، سهل جدا. يلا طب انا هاكل بايديا الشمال، استغفر الله العظيم يا رب. طب ليه كده؟ طيب هو انت ناويه تجننيني؟ مش انا قلت لك لما تبقي ترجعي من السفر تبقي تعملي اللي انت عايزاه واستغفري ربك زي ما انت عايزه. يلا النبي انت هتشوينا في نار جهنم شوي كده. ايه ده؟ ايه الحركات دي؟ يلا يا كوريا. حاضر، هنا كده صح؟ برافو عليك. ايه ده؟ ايه ده انت بتعملي ايه؟ اصبري بقى، استبر يا لهوي. طب ما سهلة، حوار الشوكة والسكينة اهو، عاملة لك حوار ليه بقى؟ ايه القرف اللي انت عملتيه ده؟ قلت لك اعملي زي ما انا عملت. يلا يا كوريا والنبي. يا اختي انت زهقتيني. طب تصدقي اهو. ايه ده؟ ايه ده؟ بعدين بقى لما تتعلم الحاجات دي بقى كبروا مخ. هتمشي ماشية مستقيمة، ظهرك مشدود، كتافك مفرودة، رقبتك مرفوعة لفوق، عينيكي بتبص قدامك مش عمالة تتلفت يمين وشمال زي البورس، رجليكي مقفولة. ايه ده؟ رجليكي مقفولة ازاي؟ مقفولة كده كده اهو. ايه المنظر ده؟ وانا كده كأني محصورة. ومين قالك تقفي كده؟ اوقفي زي اهو كده كده اهو. يعني تقريبا. يا بنت انا كل ده هبل بالنسبه لي اساس. طب خدي الكبير، انت عارفه ان انا بعرف اطلع سلم الكهرباء لوحدي وما بتكعبلش؟ والله بسم الله ما شاء الله. وتعلمت الكلام ده فين؟ في مترو الانفاق، محطه ام المصريين، لينا معارف هناك يعني. هي ساعة وقولي بالحق، وقولي بالحق، والله يا قلب أنا سامعتك سامعتك. هي ساعة وقولي بالحق، قولي بالحق. مجمعاكم النهاردة عشان نتيجة امتحانات نص الشهر اللي كوريا هتسافر بعدها. أنا بالنسبة لي النتيجة 10/10، الأوراق كلها تمام، والفيزا هتبقى جاهزة كمان 10 أيام. ممتاز. أما أنا فالنتيجة بالنسبة لي 0/10 في كل الدروس اللي أنا بديها لها، فشل زريع، مفيش تقدم 1%. إزاي؟ دي لعبتك يا هايدي، معرفتش تتعلم منك ولا حاجة؟ خالص. خص عليك يا كوريا، مخبية عليا يا بنتي. إن موريتك ما بجيش أنا، أنا اللي مستني النتيجة دي بفروخ صدر. تسقطي يا أم 0/10. أهم يا بنتي يا كوريا، تسمعيش الكلام ده كله. علم إيه وهباب إيه؟ قال هو بعد ما شاب ودوك كتاب. كوريا يا بنتي، وبعدين احنا كلنا حاطين امل عليك. هو في ابو الحاج انت وهي؟ ما انا مرسياكم من اول، انا ماليش في دلع البنات الماسخ ده. انا تلاقيني في الجدعانه، تلاقيني وقت الضيقه، تلاقيني في الزنقه، لكن تقول لي حط احمر واخضر وامشي تقصعي زي البنات، اقول لك لا معلش ما نعطلكش. وبعدين خلاص فضوكم الحوار ده خالص، انا هرجع بيتي، مش لازمني الكلام. اختي دي فلوس تنكيس البيت، ما انت لا كملتي وقعد فيه عشان تدفعي ايجار ولا بتتنكس. خدي خلاص، مش عايزاهم. اللي مش عايزاهم ده؟ ما قلت لك قبل كده ما احبش حد يتجبى عليا. امسكي يا
هاتي انت حرة. خطيبك ده يا كوريا راح اليونان ازاي؟ بس ما تقولش خطيبي بس، ما بقاش، خلصنا من زمان. تاخدش بالك يا دكتور، دايما كده كوريا وكبداجي دايما كده عاملين زي القط والفار، دايما متخاصمين، دلوقت مفسوخين. يا جماعة انتوا بتقولوا ايه؟ ما تفهموني، هو ازاي يعني راح مع نجوان؟ وهو يعرفها منين اصلا؟ صراحة اصلا ما صورة جولي نزلت في الجورنان هو قفش علي، خلاني كبت له بقى الليلة كلها في حجره، ومن ساعتها هو حاطط البت نجوان دي في دماغه ورشقلها، وديها شكلها جابت له عقد عمل بره وصفرته. ايه؟ يعني انت السبب؟ انت اللي سلمتيها التسليم يا اهل الكبداكي؟ كان ماشي عقد عمل ايه يا عم شكري؟ وهو يسافر وراها ليه؟ سافر عشان عينه فارغه، يبقى مع مزه حلوه وزي القمر، ومع ذلك هو زي الكلب لازم يشمش من بره. ما يمكن الست دي ملهاش علاقه بالموضوع ده. ملهاش علاقه يا اخي، دي بنت مولع، لفت قبل كده على جوز جولي وصفرته، ودلوقتي لفت على كبدكي وصفرته، اللي هتنشل مطرح ما هي قاعده يا رب. ايه دي؟ هي الست دي واخده المشوار رايح جاي ولا ايه؟ ولا متعاقده مع الحكومه اليونانيه يعني؟ اتورط لهم رجاله. انت بتهزر يا خال؟ صوتك سندس ومسوك هيصحوا. احنا لازم نعرف دلوقتي ابراهيم ده سافر ازاي وبيشتغل مع مين وضد مين. بقول لك يا عم الدكتور المحامي، انت ولا ما انا فاهمه لك بتشتغل ايه؟ عايزه ايه كوريا؟ هو انتوا مش كنتوا عايزين تسفروني؟ كنا عايزينك تسافري. طب انا عايزه اطلع الطلعه دي ورا كبداكي، ويا انا البت المسهوكه دي بقى. مش هينفع، احنا حاولنا وكل محاولاتنا معاكي فشلت. ليه بس؟ انا عايزه اسافر. هو انت هتسافري سياحه؟ انت كنت مسافرة عشان تعملي مهمة محددة، والظاهر بقى انك متنفعيش. اللي ما انفعش ده ما تقولش بس ما انفعش، انت ما تعرفش كوريا ما تحط بنفوق احوال. جدعة كوريا جدعة، هي وقته خلصي باقي السنة اللي قضيتيها في المخروبة دي، خلصيها على جدتهم. مش هينفع. النبي اجول لها عشان خاطري، عشان خاطري، ده احنا ولا ايه زي بعض؟ والنبي اختي قولي له ده انا كوري. طب يعني انا شايفه يا نادر ان احنا ممكن كده يعني نديها فرصه تانية. مش هينفع يا هايدي، دلوقتي ما بقاش عندنا وقت. هي مش ورقها لسه جاهز؟ ايوه لسه جاهز، والفيزا فاضل لها كام يوم وتطلع. المشكله مش في الورق، المشكله فيها هي. المشكله فيها هي دي، ما تظبط كلامك يا عم الحاج. في ايه؟ انت شايفني ناقصه ايد ولا ناقصه رجل؟ طب احنا خسرانين ايه؟ مش احنا كده كده قدامنا اسبوعين نجرب تاني، بس المره دي كلكم تشتركوا. بس غريبه قوي، انت صغيره في السن على انك تكوني سيده اعمال يعني. عندنا بسوريا مثل بيقول صغير يوم وشهر بيعرف منيح بالدهر. بس غريبه قوي، انا اول مره اسمع مثل زي ده. ده زي عندنا كده في مصر، بس احنا عندنا بقى بالعكس، يعني بيقول لك اللي اكبر منك بيوم يعرف عنك بسنه. اه ايوه صح صح. انا مش عايز بس اكون ازعجتكم. لا ابدا، اتفضل. انا سامي بيك. وحضرتك بقى يا ترى منين؟ من سوريا؟ من الشام. من الشام؟ الله، بحب الشام. ويا ترى بقى انت منين في الشام؟ ها حكم، انا الشام حافظها زي كف ايدي. منين؟ من شارع الجامع. شارع الجامع؟ ايه؟ لا مفيش حته في الشام اسمها شارع الجامع. كيف في؟ ايوه انت تقصدي شارع الجامع الاموي. ايه؟ اللي جنب سوق الحميديه. ايه سوق الحميديه؟ الله، دي منطقه جميله جمال. انا بعشقها، بالذات كمان انها بتفكرني بخان الخليل اللي في مصر. ايه بسمع فيك، بس بعمري ما زرت مصر. ازاي تبقي سوريه وما تزوريش مصر؟ ازاي ده يعني مصر وسوريا ايه؟ ما حاجه واحده. تحيا الجمهوريه العربيه المتحده. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. الله يسلمك. ايه ده اللي مصحيك لغايه دلوقتي؟ مش جايين النوم. طيب انا هخش انام بقى، تصبح على خير. لا استنى مروان، انا عاوز اسالك، انت كنت فين؟ اشمعنى؟ سؤال عادي يعني. انت في الشغل. طب انا عاوزه اتكلم معاك في حاجه. خير قولي.
فاكر الموضوع اللي انا قلت لك لما حس نفسي ان انا مش خايفه منك هحكي لك؟ ايه مش خايفه دلوقتي؟ لا مش خايفه. طب اقعدي واحكي. اقعدي. تعالى حبيبي. انا معاك. اوبا اوبا. ها ادي قعدتي. ايه في ايه؟ كنت عاوزه اقول لك ان انا حامل. ايوه انا حامل منك. في ايه يا مروان؟ هو انت سكت كده ليه؟ انت زعلت؟ انت زعلت؟ لا لا زعلت ايه؟ ولي زعل؟ اصلا انا فرحانه قوي. عارف يا مروان نفسي اطلع اتمشى معاك واتشعلق فيك كده واقول للدنيا دي كلها ان انا خلاص بقى عندي بيبي من حبيب قلبي مروان اللي سبت كل الدنيا عشانه وجريت وراه لغايه هنا. بعدين اتمنى يا رب ان هو يكون ولد ويطلع شبهك في كل حاجه، في ملامحك وفي شعرك وفي طولك وفي عينيك الحلوه دي، بس اهم حاجه يكون ذكي عشان انت اذكى راجل انا شفته في الدنيا، وده اللي مخليني ان انا عايشه مطمنه معاك، لان انت كل ما تيجي تعمل حاجه تحسبها كويس قوي. مروان انا نفسي يطلع صوته زي صوتك عشان انت صوتك دافي وكل ما بسمعه بحس ان هو بيحضني كده. مروان مروان. مالك؟ لا مفيش يا حبيبتي، اصل لما كنت في الشغل كنت حاسس بشويه صداع وكده، فواضح ان ده من قله النوم، ف يعني لو ريحت شويه هبقى كويس. ألف مبروك يا حبيبتي. ألف مبروك. الله يبارك فيك. يلا. بابا. خلي بالك. وقد أوضحت موكلتي في تحقيقات النيابة سقوطها ضحية لشريكها الهارب خارج البلاد مروان أبو عرب، واستيلائه على كل أموالها بجانب قرض البنك. وأنه يمكن مراجعة ذلك من خلال تتبع خط سير النقود المهربة، وأنه تم تهريبها في جميع مراحلها باسم المتهم الثاني الهارب. ونلتمس من عدالتكم إفراج عن موكلتي أثناء التحقيقات، حيث أنها لها محل إقامة ثابت، ولا يخشى هروبها بدليل حسن نيتها وتسليمها نفسها للسلطات قبل إلقاء القبض عليها، كما هو ثابت في المحضر الرسمي. يجدد الحبس للمتهمة 15 يوم على ذمة التحقيق، على أن يراعى التجديد في الميعاد. وانت بقى عرفتي حكايه الشارع الاموي في سوريا دي منين؟ نبي اخويا اللي اعرفه ولا عمري شفته. الا امال ايه؟ شوف هو اول ما زنقني وسالني انت ساكنه فين انا اتلبشت، بعد كده لملمت نفسي وقعدت افتكر عندنا في مصر، قلت في شوارع كتير قوي اسمها شارع الجامع، وادام الجماعه السوريين دول برضك مسلمين زينا يبقى اكيد هم كمان عندهم كده، قمت طخاه. طب ما انت ذكيه اهو يا كوريا، بتعرفي تتصرفي. طول عمري والنعم، ده انا كنت بطلع العشرة على مدرسة الصنايع ومرة طلعت السبعة على الفصل عندنا. برافو برافو. بقول يا دكتور، لو انت يعني ما سمعتش أي أخبار تانية عن كبدكي من ساعة يعني ما سمعنا أول ما جينا؟ لا ما سمعتش عنه أي أخبار، ومن فضلك ركزي في اللي انت جاية تعمليه وبس. حاضر. انت ربنا يتوب علينا بقى من اللي احنا فيه ده. تعرفي ان شكلك لايق جدا في الحاجات اللي انت عايزة ربنا يتوب عليكي منها دي. لا يا اخويا شكر الحمد لله، ده انا عندي مشيتي كده في الحرب برنسيسه كده اهو براحتي بالدنيا، ولا الطقميطه اللي انتوا فيها دي ده صحيح اللي يشوف بلاوي الناس دون عليه بلوته. تعرفي يا كوريا الرضا اللي انت واصله له مع نفسك ده هو ده الهدف من الحياه، هو ده اللي كل الناس بتجري وراه ومش عارفه توصل له. لو قلنا يعني مش فاهمه الكلام قوي لكن شكله كلام حلو. شكرا. بصي النهارده بالليل لازم تقابلي مروان. يا دي النصيبة السودة كوريا، كده فات وقت مناسب علشان نتحرك وبسرعة. يا راجل أنا منين ما بشوف عينين الراجل ده جدتي كده بتتلبش؟ أنا عارفة البنت جولي كانت مخدوعة فيه ازاي، ده ريحة الشر فايحة منه كده، ولا اللي شارب حلبة في عز الصيف. الحاجات المقرفة اللي أنت بتقوليها دي، ما أنت كنت ماشية كويس جدا المرة فاتت وأنا سامع، كنت تليفون مفتوح، كنت عمالة أسقف لك وأنت بتتكلمي سوري زي السوريين بالظبط. شكرا يا دكتور. اسمها دكتور. حاضر. اسمعي وانتي قاعدة معاه ما تجتهديش في حاجات انتي ما تعرفيهاش، وانا نبهت على عماد لو سألك سؤال صعب
هو هيرد بالنيابة عنك، وانت تقالي كده ما تتكلميش كتير، اتفقنا؟ ماشي، ربنا يستر بقى. والنبي، انا البت جولي دي صعبانه علي، يعني هي مرميه هناك في الدقيقه اللي هي فيها دي، وهو هنا عمال يبرطه زي الحمار، عمال ياكل في النجيله، لا النجيله بتخلص ولا الحمار بيشبع. يا باشا، طب وكتاب الله الجندفلي والقعده دي فكروني بابو ايه، كاني في اسكندريه بالظبط. ومين سمع ابو اير وسيدي جابر ومحطه الرمل ومنشيه وبحري؟ الله، ده انت لففها بقى يا باشا. امال ايه يا ابني، انا من الوراق يعني، ما هبطش على اي حته لما اعرف مداخلها ومخارجها واكلها وشربها. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. يا عارف يا ابراهيم، انت بيعجبني فيك انك مش عيل بلط، عيل خفيف كده وبتحب التنطيط. بتفكرني بنفسي اما كنت بتنطط برضو والدنيا بتخبط فيا وخبط فيها. طب وربنا المعبود، دي شهاده ووسام على صدري يا باشا. اه والله ده شرف ليا. التنطيط حلو اه، بس مش كل حاجه، لازم يبقى عندك ده شغال. التنطيط يجيب فلوس، بس لو في ده يجيب ملايين. اللهم صل على النبي. طب وربنا، انا قاعد بتعلم منك دروس كده ببلاش. او ربنا يا باشا. آه، عشان كده انت لو عندك مخ ما تلعبش معايا. ازاي يا باشا يعني؟ لما اقصد يعني ما تعملش عليا الحبتين اللي انت بتعملهم مع العيال بتوع بطن البقر. بطن البقر ايه يا باشا؟ ده انا بتاعك منحوت على دراعي. اقطعه لو دراعي كده اقطعه. هو في ايه يا باشا؟ جاسم في اليونان، يعني ما سافرش زي ما انت قلت لي. طب والنعمه دي على عيني يا باشا، كان مسافر، يمكن رجع دلوقتي ولا حاجه، بس وربنا كان مسافر وقتها. تلات ايام جربته جربتك. امين. ايه يا هايد، ايه يا هايد، فرفشي كده يا هايد. صحيح انا مش بطيئك، بس صعبان عليا قعدتك. ما كانوش 15 يوم يا بنت وتجددولك؟ مش حالة لما يتحكم عليك يا بنت وتروح القناطر تعملي ايه؟ مالها يا وانت؟ تجددولها 15 يوم، عشان كده قاعدة زعلانة. ومالك يا اسمك ايه؟ اسمها هايتي. ودي داخلة في ايه هايتي؟ هي لحد دلوقتي مش راضية تقول، بس انا سامعة الصولة بتقول اللي هي داخلة في نظم. نصب؟ طب ده النصابين دول اجدع ناس. يلا يا اختي اضحكي وفرفشي كده. عارفه يا هايدي كله مكتوب على جبيننا يا اختي والنبي. قومي 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 يا هايدي، قومي قومي، تعالي معايا يلا فرفشي. قومي هوي نفسك يلا، قومي يلا بس يا حبيبتي يلا، هوي نفسك بقى، ما تقعديش كده. سيبيها يا وينش، شكلها تعبان قوي ومرهقه. خليكي في نفسك يا اختي انت بس. قومي يا هايدي، قومي قومي يا حبيبتي، قومي. بسم الله الرحمن الرحيم عليك. قومي يا اختي، قومي يا حبيبتي، قومي يا اختي. تبقى دي بس عنها كده بلا مرهقة بلا متاع. بسم الله الرحمن الرحيم عليك. والنبي يا اختي يعجبني حين. يا لهوي ارحمونا. اشتغلي في ايه بالظبط؟ عندي منتجعات سياحية بكذا مكان بالعالم، بالبرازيل وكندا وعندي كمان مدينة ملاهي كبيرة بتركيا. ياه، ده حضرتك كده هتغلبي شوية باريس هيلتون. ايه، رحت كتير عباريس وتصورت جنب البرج. لا لا، بتهزر بتهزر، هي بتحب الزيارة عشان باريس. انا قدمت لها على فكرة يعني دراسة جدوى بخصوص الاستثمار في مصر. ها طب عظيم عظيم، وناويين بقى ان شاء الله تستثمروا فين؟ في الساحل الشمالي ان شاء الله. في يعني قرى سياحيه موجوده في منطقه الساحل زي اوروبا بالظبط. احنا قدامنا ارض مساحتها كبيره جدا ما بين منطقه الساحل لمرسى مطروح. احنا بنفكر نعمل منتجع هناك، نفس المنتجع بتاع الهانم الموجود في البرازيل. ده هيبقى حاجه جديده على مصر، وفي نفس الوقت هيجيب ربح كويس قوي. واو واو، لا لا لا، فكرة حلوة قوي، فكرة حلوة قوي. وكمان أنا عارف المنطقة اللي حضرتك بتقول عليها، وفعلا عارف إنها منطقة واعدة زي ما بيقولوا، بس أنا يمكن للأسف ما شفتش المنتجع بتاع دي مهانم اللي في البرازيل. لا، هاي مو منتجع، بتدخل فيه بتحس بإنك
بقطعة من الجنة، شي بياخد العقل. الله، ده حضرتك كمان شاطرة في الدعاية، ده أنا كده اتشوقت إن أنا أروح أشوفه. بتشرف. الله يخليك. طيب ومشروع زي دوت تكلفته قد إيه في مصر؟ بص، حوالي 120-130 مليون يورو، مش هيبقى أقل من كده، ولكن ده في الفترة الأولانية بس، يعني في خلال 5 سنين لو بعنا المنشآت السكنية، الفيلل، الشاليهات، هنتكلم في دخل فرينج ما بين 350-400 مليون يورو. ده غير طبعاً إن الخدمات الفندقية والصحية والترفيهية هيفضلوا ملك للهانم وتحت إدارتها. عظيم عظيم. وأكيد بقى حضرتك شفت المنطقة دي عشان كده قررت تحط فيها فلوسك وتستثمري فيها. بمصر؟ آه. مصر كتير حلوة بالصور وعلى الخرائط، بس أنا ما شفتها على الطبيعة. ياه، إزاي؟ أنا من رأيي إن أنت لازم تشوفي المكان دوت عشان تعرفي تحط فلوسك فيه. أكيد، أنا ما برمي فلوسي. وحضرتك من وين؟ من مصر؟ أنا من الزمالك، أبا عن جد. ويمكن انتوا لو بتقلبوا في القنوات الفضائية المصرية يعني ممكن تكونوا بتشبهوا عليا، عشان خاطر انا مقدم برامج واعلامي، وفي بقى برامج بتستضيفني وانا بستضيف ناس وهكذا يعني. انا الحقيقة ما بتفرجش، ان ما عنديش وقت، بس ما اعرفش طبعا دي مهنه. انا كتير بحب الافلام المصرية. عظيم. وبالذات الفنانين عادل امام. عادل ادهم. عظيم. عادل الفار. نعم. قصدي يعني طالما وصلنا بقى لعادل الفار. لا، ده موضوع كبير وعايز قاعدة تانية. عموما أنا سعيد جدا بالقعدة دي وإن شاء الله تتكرر. عموما ده الكارت بتاعي، ويشرفني إن حضراتكم كلموني، وياريت حضرتك بالذات تكلميني، لأن هتلاقي عندي معلومات تفيدك كتير في الاستثمار في مصر. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لحضراتكم جدا. فرصة سعيدة جدا. فرصة سعيدة. باي. فار فار يا كوريا. مشرف. كوريا. انا سوري، مو من كوريا. مين يما؟ في ايه يا ابراهيم؟ في ايه؟ في ايه يما؟ دي ايه؟ في ايه؟ ايه اللي جرالك؟ انت متقل شويه ولا ايه؟ معلش يا باسم، يا استاذ ليه افتكرتها كوريا، اصلها شبه الكوريين. يلا بتفضل، روح استناني في العربيه. يلا ماشي. صدقوني غير مش مقصود ابدا، وبعدين حضرتك قلتي هتروحي مصر فهتشوفي من الاشكال دي كتير. انا اسف يا زعمات. حصل خير، حصل خير. ايه ده، انت لسه واقف؟ اتفضل روح على العربيه. مؤاخذه يا باشا. طب بعد اذنك بس يا باشا، ايه، هستاذن ساعه كده لحسن ضربت واحد شاورما وقلب القولون عندك. طب يلا يلا يلا، روح روح يلا. انا بعتذر جدا للمره التانية على اللي بيحصل ده، بس صدقوني مش مقصود. فنرجع نكمل كلامنا بقى بالنسبة للاستثمار. ما ظنش ان السياحة والعقارات هم دول افضل مجالين ممكن نستثمر فيهم. سجارة والزعمات، صلوا بقى على اللي هيشفع فيكم. المصلحة دي بتاعتي، ها، وفلوس مروان دي كلها كأنها مكتوبة باسمي في البنك الاهلي، وانا من صغري اللي ينط على لعبتي انط على رقبة ام. يو، انت هتاكلهم بالصوت ولا ايه؟ الليلة دي مش ليلتك يا كبداكي. وبعدين تعالى هنا، فلوس اللي انت كبشها في عبك دي، ده انت حيلا سواق البيت. سيب الدكتور والاستاذ يشوفوا شغلهم، عايزين نرجع البت، عايزين نطلعها من السجن. البت غلبانه مربيه في مصر. وبعدين بقول لك ايه، انا مش جاي هنا اتخانق معاك على لقمه عشان اكلها منك، انا جاي ارجع الرغيف كله لصاحبته. بص يا ابراهيم، انا هقول لك كلمتين كده بالعقل علشان مصلحتك. لو انت فاكر بطريقتك دي وبحركاتك هتعرف تضحك على مروان، تبقى غلطان. يا عم تنيل بقميصك ده، انا مش هعرف اضحك على مروان؟ يعني انت لما تلبس كوريا فستان مفتوح هتوقعه على اسنانه؟ زي ما كوريا قالت لك بالظبط يا ابراهيم، لا احنا جايين نسرق ولا جايين ننصب، احنا جايين نرجع الفلوس لصاحبتها. والنبي يا عم الحاج، انت بالذات تسكت خالص. ده انت بالذات مروان معلم عليك مرتين قبل كده، مره لما قلب فلوس الست المحبوسه، ومره تانية لما قلب منك خطيبتك. فما تجيش بقى في اليونان تعمل لي احمد السقا. ابراهيم انت انسان مش محترم. يا عم اسكت بقى وخلي ليلتك ام نجوم بدل ما غيم لك وعتم لك ابوها. استنى بس يا نادر، نسمع الراجل بيقول ايه. بس اسكتي انت كمان. بقول لكم ايه، من الاخر كده، المصلحه دي بتاعتي، ها، ولو شفت كوريا مع مروان تاني انا هكب جزع المصلحه وتولع بينا كلنا. يو، هو في ايه يا ابراهيم؟ نعم. هو انت ناسي ما كنا في مصر وكنت عمال اتخانق معاك عشان تبعد عن الواد طعن والعيال اللي معلم ماشيين في الشمال؟ هو انت جاي كمان هنا تمشي لي في الشمال؟ انت ايه، ما بتحرمش؟ حرام عليك يا ابراهيم، عايزين نرجع البنت جول اللي مرميه في السجن دي. حرمت عليك يا عشت، حرمت عليك يا عشت. انت لابسالي فستان مفتوح ومشالي مع رجاله ببدل وجاي تتكلمي؟ بس احنا بقى كوريا لينا بلد تلمنا.
والله بقى انت مالكش حكم عليا. اه مش انت كنت شايفني في مصر ناقصني دقن وشنب؟ خلاص يبقى انا حره بقى بكيفي بشوق اعمل اللي انا عايزاه. الجزمه في اليونان. لا والمصحف في الجزمه في اليونان. ده احنا في غربه يا ابراهيم. ماشي انا همشي، بس بقول لك يا دكتور، انت عارف خطيبتك فين دلوقتي؟ في المستشفى بتسقط عيل ابن حرام من مروان. انت كذاب يا حبيبي. لا ده مجنون ولا ايه؟ ما هي مش بالبدل، لا مؤاخذه مش بالبدل. عارف لو بالبدل كان زمان مندوبين المبيعات ماسكين العالم. كان عنده تاكسي، كنا دايما نعلق التاكسي من ابوه ونطلع نشقط بين السواهين. شاي يا ابراهيم. واتعلمت بقى تخش يمين؟ ايه يا باشا لا مؤاخذه؟ اتعلمت تلف الدركسيون وتخش يمين؟ اه يا باشا يمين وشمال. طب خش يمين خش. ماشي يا ابراهيم ده نمره. خش شمال يلا. تمام يا باشا. دوس فرامل وركن على جنب. لا يا ابراهيم ما تعملش كده، ده هيموتنا. يلا حبيبي انزلوا. حرام عليك يا مروان، والله احنا ما عملنا حاجه، وبعدين انا كنت هحكي لك على كل اللي ناوي يعمله. والله العظيم صدقني يا مروان عشان خاطري. تاني انزلوا انزلوا بهدوء كده. يلا يلا. طب عشان خاطري والله العظيم ما عملنا. يلا طيب ماشي. دي اول اجازه اخدها من 4 سنين مثلا. طب واول اجازه هتاخدها تقضيها جنبي هنا في المستشفى وفي السجن؟ دي غيرتيني قوي وغيرت نظرتي لحاجات كتير. ازاي يعني؟ انا ندمت اني جبتك هنا، وحاسس ان انا حطيتك في المكان الغلط. كان المفروض اتحرك في الاتجاه التاني واحاول اثبت براءتك، مش اغمي عينيا وامشي ورا الاوامر وادخلك السجن بايدي. بس ده ما كانش كلامك في الاول. مش بقول لك اتغيرت. لو التغييرات دي هتبوظ لك حياتك وشغلك فابعد عني احسن. لا مش هبعد، وزي ما دخلتك هنا بالقانون هخرجك برضو بالقانون. اقول لك على حاجه؟ قولي. انا مش ندمان ان انا حكيت لك على كل حاجه. كان لازم قبل ما اقولك اني بحبك اني احكي لك على كل حاجه. عارفه بقى مين اكتر واحد في الدنيا نفسي اشكره واقتله في نفس الوقت؟ مين؟ مروان ابو عرب. اشمعنى؟ عاوز اشكره لانه لو كان بني ادم طبيعي ومش نصاب عمرنا ما كنا هنتقابل. عاوز اقتله عشان اللي عمله فيك. وانا مع اني لسه زعلانه منك بس برضو عايز اشكرك عشان انت ما خذلتنيش، ما خلتنيش افقد الثقه في كل حاجه حلوه بحس بيها. ليه كده يا ابراهيم؟ ليه كده؟ الله، هو انا يعني عشان عاجز تقوم انت تجري؟ انا مش هعرف اجري وراك. ماشي يا هيبه. عارف يا ابراهيم، انا اتولدت من الوراق عند حته كده اسمها مصنع الكراسي. ما كانتش معروفه بس احنا اللي شهرناها. عارف ليه؟ عشان لما كان عيل يدينا ولا حاجه كنا ناخده ورا مصنع الكراسي ونعلم عليه. بعدها بقى مبقتش العب مع العيال، بقيت احب العب مع كبار عشان انا بعرف العب. كسبت 50 مليون، كسبت الوراق، كسبت مصر، وجيت قعدت هنا. فاكيد مستحيل ان انا اكررها تاني والعب مع عيال زباله زيهم. والله العظيم انا كنت هقولها، وكنت هقول لك على ابراهيم وناوي يعمل معاك ايه.
بس يعني ما جاتش الفرصه والله. حبيبي عايز اعرف منك حاجه. انا عارف من اول كل حاجه من ساعه ما كنت في مصر ومعاك المحمول اليوناني بتاعك، وعشان انت جاهله وغبيه مش عارف ان انا كنت عمراني. رومينج يعني ايه يا هيمه؟ ها رومينج يعني تجوال، وتجوال يعني دولي. وبما ان حضرتك في التجوال قافله الموبايل وترد عليا الرساله بتاعت الشبكه المستضيفه، يعني انا اول ما اتصلت بيك عن المحمول اليوناني بتاعي اللي معاك في مصر، ردت علي أميرة الأمراء وقالت إيه؟ هذا الرقم ربما يكون مغلقا. والله كان ليها وحشة. عارفة لو كان الموبايل مفتوح كنتش عرفت أنت فين. فاتت عليكوا دي صح؟ فاتت عليكوا. والله العظيم مش أنا اللي عملت كده، ده إبراهيم هو اللي قايل إن أنا عامل كل الكلام ده والله. واطي يلا يا واطيه. شفتي يا هيمه؟ شفتي نجوان عايزه تلبسك ازاي؟ واطيه هي بقى ولا مش واطيه صح؟ نجوان طلعت واطيه صح؟ بقول لك يا باشا الحوار ده بينكم وبين بعض انا ماليش فيه. انا لا اعرف نجوان دي ولا شفتها الا ما خبطت عليكم باب الشقه. هي حاولت تلف عليا صحيح وانا استعبطت، غير كده ما اعرفهاش. عيل ذكي فكرني بنفسي انا شاه قبل ما اعملهم تطلع عيل اهبل. يا ده انا عارف من ساعه ما خبطت الشقه وراها انك معاها، يعني نجوان ما تتصرفش كده من دماغها ابدا. وانا كان كل اللي هامني هي بتتصرف بدماغ مين. يا باشا بقول لك ما اعرفهاش، روح شوف هي بتفكر بدماغ مين. خرجوني من الحوار بتاعكم ده. ما تصدقوش يا مروان، والله العظيم ده عيل كذاب والله. انا بقى عامل الفيلم ده كله عشان اشوف اللقطه دي وكل واحد فيكم بيبيع التاني، ولا كلكم كلكم وموضوع موضوع الوصل ده كوم. لا 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 كانت حلوه، يعني الوصل في الشنطه تتسرق يجي لي فيعرف العنوان. لا 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 مرعبه. بس اللي انا عايز اقوله لك بقى ان الوصل ده كان قديم جدا وانا راميه في الدولاب وقبل ما نجوان تسافر مصر، يعني هي ما تعرفش بيه حاجه. هي كل ما في الموضوع خدته حطيته في الشنطه عشان تعملوا الفيلم العربي ده. عارفه يا نجوان انا شاطر. انا شاطر. برافو برافو مروان برافو. عارفه انا سبتك ليه قبل ما تقضي فتره؟ عشان دي الحاجه الوحيده اللي كانت شكلها، وقعدت فكرت فيها، يا ترى الواد اللي اخبرتني ده ابني ولا ابن ابراهيم؟ عشان كده قعدت افكر لغايه ما وصلت الحل. قلت لو قلتي لي على علاقتك بابراهيم يبقى ابني، ولو ما قلتليش يبقى مش ابني. انت ما قلتيش. والله العظيم وربنا ده كان ابنك والله. لا فلتت منك دي يا باشا، انا ما نستاهلش. ممكن يكون عندك حق كده، انت ابتديت تفهم تبقى شاطر، لان فعلا نجوان مش رخيصه كده. بس كده يبقى الموضوع اوسخ، لان ازاي يبقى بطنها ابني وتتفق مع حشره قاذره زيك؟ لا ما تقولش كده. طب حتى اساله انا قلت له ايه؟ انا قلت له لو ما بعدتش عننا وعن حياتنا انا هبلغ مروان بكل حاجه والله العظيم. بقول لك ايه يا باشا؟ ما المسامح كريم، ايه رايك؟ احنا غلطنا وانت الكبير والكبير بيسامح. مشكلتك يا ابراهيم انك حسسني وعارف ان انا طيب، عشان كده انا مش هقتلكم، انا بس هعمل فيكم زي ما كنا بنعمل زمان، هعلم عليكم زي ما كنت بعمل في العيال ورا مصنع الكراسي. عشان خاطري حرام عليك. يلا حرام عليك يلا. خفت
حبيبي. دكتور نادر بنفسه موجود عندنا في اليونان. ازيك يا مروان؟ الله يسلمك. طب كنت اقول لك كنا عرفنا نعمل لك حفله ولا حاجه، بس انت اكيد عازم عشان عارف مفيش وقت يعني. معلش نبقى نعملها لما نرجع مصر. انت فاكر ان انا كلمتك عشان خاطر انا بفكر ارجع مصر؟ لا خالص. والله انت اللي كلمتني وحددت الميعاد، يعني اكيد عندك حاجه عايز تقولها. فعلا عندي حاجه عايز اقولها. وحشتني. كان بقالي كتير ما شفتكش ونفسي اشوفك. وبعدين ما تنساش يا دكتور نادر ان انت من العملاء المميزين عندنا، ولازم اقدم لك خدمه ما بعد البيع على اكمل وجه. الا صحيح، اخبار هايدي ونجوان ايه؟ كويسين؟ كويسين. بس انت فعلا لو عايز تقدم خدمه بتهيألي يعني لازم تقدمها لنفسك. انت اخدت الفلوس صحيح، بس حابس نفسك في دولتين ثلاثه ما تقدرش تخرج منهم، والانتربول عينه عليك في كل حته. يعني بتهيألي انك كل اللي عملته كبرت الزنزانه شويه. الغريبه بعد كل اللي انا عملته وانت شفته، عندك اعتقاد انك شايف حاجة انا مش شايفها، والكارثة انك عايز تقنعني بيها. الكلام ده مش مظبوط يا مروان. انا كمحامي جاي اعرض عليك عرض، والله وافقت عليه كان بها. ما عجبكش العرض انت حر، مش هتخسر اي حاجة. انت عارف ايه المشكلة يا نادر؟ إنك بتعمل الحساب زي التلامذة بتوع المدرسة، يعني بتقول واحد زائد واحد يساوي اتنين، واتنين في الزمن ده ما يعملوش أي حاجة، لا يأكلوا ولا يشربوا ولا يسفروا ولا ينزلوا ولا يطلعوا ولا يعملوا أي حاجة خالص. واحد زائد واحد لازم يساوي في الزمن ده مليون أو 10 مليون، 100 مليون، مليار. لو اعترفت بده صدقني هقول عليك شاطر في الحساب. برافو برافو نادر، برافو نادر. طب انسى كل الكلام ده بقى وحل الفزورة السهلة دي. تاخد 50 مليون دولار بطريقة غير قانونية، تعرض نفسك للمحاكم وللحبس، تفضل هربان في دولتين ثلاثة مش قادر تخرج منهم أحسن، ولا تاخد 25 مليون دولار بطريقة قانونية شرعية، تقدر ترجع بلدك وتروح أي بلد في العالم معزز مكرم، تقدر تستثمر الفلوس وتكبرها زي ما انت عايز. تختار يا مروان. والله بص، انا من نوع القنوع، وعارف دايما انه اي مكسب لازم ليه ضريبة، واذا كانت ضريبة الخمسين مليون هيبقوا ان انا اعيش ملك في اليونان، ما اظنش انها ضريبة وحشة. الاحلى بقى في رأيي المتواضع ترجع 25 مليون دولار للبنك، وتاخد براءة من القضية فوري، ترجع مصر معاك ال 25 مليون دولار بتوع هايدي مقفولين كاملين شرعيين. طبعا انا مش بعمل الكلام ده علشانك يا مروان، الكلام ده لمصلحة هايدي. بنت الغلبانة هتخرج من القضية وما تتحبس، الفلوس هتبقى معاك، تقدر تستثمرهم بالطريقة اللي انت عايزها وتكبرهم زي ما انت عايز. طب وانا ليه اخسر؟ مش هتخسر، انت هتشتري حريتك، هتشتري نص فلوس نص على التاني. الفلوس كلها معاك صحيح، بس ما تنساش الفلوس عليها مشاكل وقضايا ووجع قلب، يعني مش بتوعك. القرش مبصوص فيه. انا مخلص كل الاجراءات مع البنك ومع النيابة. يعني مثلا لو فكرت انك بكره الصبح ترجع ال 25 مليون دولار للبنك، تلقائيا هتلاقي اسمك اتشال من على قوائم ترقب الوصول ومن الانتربول. ساعتها بقى تقدر ترجع بلدك براحتك، وممكن تنزل شويه اخبار في الجرايد انك كنت متعسر ماليا وانك حليت مشاكلك مع البنك، وتعيش حياتك، تعمل القناه بتاعتك لو عايز، ترجع لنجوميتك. يا نجم. وانا ايه اللي يضمن لي الكلام اللي انت بتقوله؟ تليفون صغير قوي للمحامي بتاعك، قول له يتابع كل الكلام اللي انا قلته ده.
والله كلامي طلع مظبوط وصح. كرة في ملعبك نفذ. أعمى كبداك، عاوز تقابلني ليه؟ جرى يا كوري؟ هو أنا ماليش عندك ولا إيه؟ أنا لا عايز أشوفك ولا عايز أعرفك. لولاش بس إنك قلت لي إنها مصلحة تخص جوليا أنا كنت جيت لك ولا عبرت. طب عينك في عيني كده؟ فاكرة كوري أول مرة شفتك فيها؟ فاكرة. كنت لسه جاي بطن البقر. وكان يوميها في عيال صيع بيعكسوني. اتخانقت معاهم وضربتهم اما قطعتهم ووصلتني لحد البيت مع اني قلت لك سيبهم وانا اقطعهم بسناني، بس انت قمت بالواجب. كانت اول مره احس ان ليا ظهر من بعد ابويا الله يرحمه. بس انا كلتهم على بنت حرام. ايه مع عصب يا بنت عصب؟ عارفه يا اخويا، هو انا من ساعتها كوريا قلبي ما بقاش بتاعي، يلف ويروح ويجي ويركب تكاتك واتوبيسات ومكن، بس ليه راجع في الاخر؟ لازم اكوري اخر اليوم يجي يجرش عندك. كان بيجرش عندي اهي، بس خلاص قلبك اللي غالي عليا ده انت رميته على فرشه في الشارع، بقيت لازق عليه ورقه كده اهو بتقول للبيع، عمال تنادي عليه في اللي رايح واللي جاي يمكن حد يشتريه حتى لو كان بالرخيص. عارفه كوريا، انا قعدت اسبوعين في عز عند اللي اسمه جاسم ده، عرفت ساعتها ان التقيله في بطن البقره بالدنيا وما فيها، وشفت نسوان رخيصه، نسوان تعمل اي حاجه عشان خاطر الفلوس. عرفت ساعتها ان واحده بس في حياتك بفلوس الدنيا كلها، وشفت نسوان حلوه كوري، نسوان تحل من على حبل المشنقه. عرفت ساعتها ان النظره في عينك نعمه من عند ربنا. ورب العزة يا كوري، أنا كل كلمة قلتها لك دلوقتي خارجة من قلبي، ما عدتش على ولا حاجة. أنا بحبك أوي يا كوري بجد. والنبي يا احلف احلف والنبي. خلاص والمصحف خلاص، أنا جاي لك برجلي وبقول لك عايز أركن عندك. طلعي لي بقى بطاقة واكتبي فيها ده بتاعنا. أحبك يا حتتي وانا بموت فيك يا مزتي. حضرتك تشرب ايه؟ لا ما لا تمام، احنا شربنا اصله شربنا. لا دي محتاجه اشعه، محتاجه اشعه. طيب انا هخلع انا بقى، انا عايزك تبقي مطمنه بكره. ها انا اتفقت انا وجاسم مع نادر على كل حاجه، المشوار ده متامن ومتظبط، انا في ظهري. او نرجع للست الغلبانه دي فلوسها، مش عارف انا حرق ونار. يو وحشين يا كوريا. شايفتك معجب بالمصنع. لا كويس حلو، انا كمان بفكر ان انا وانت نتشارك فيه، ايه رايك؟ بفكر وبشوف. سوري معلش، رساله بس اشوفها. اتفضل. هاي يا فندم، يا رب يكون المصنع عجب حضرتك. ايه حلو كتير. لا يا فندم، احنا عندنا كمان عماله مدربه على اعلى مستوى، ده غير المعدات الحديثه يا فندم، وان شاء الله مصنع قريب باذن الله. كتير. وين بتشوفوا المكان؟ احنا بنستورده من المانيا يا فندم، وده احسن مكان بيجيب منه مكان. عشان يا فندم بقول ايه؟ ممكن دقيقة لو سمحت؟ دردش معاك بس شوية. خليكم خلي. أنا حاسس إن المكان اللي هو بيقول عليه أحدث حاجة ده مش أحدث حاجة ولا حاجة. بعدين مش عارف ليه زي ما بيقولوا عندنا في مصر كده قلب مربوط، حاسس إن في حاجة. بس كيف؟ هو بيقول إنه أحدث ماكينات على مستوى العالم، وأنت كنت من شوي معجب بالمصنع. مش عارف قلبي اتقبض فجأة كده. بصي أنا طول عمري بتعامل باحساسي بيني وبين ربنا عمار، اللي بحسه بيطلع صح، فانا حاسس ان في حاجه غلط. بقول لك ايه، هتيجي نقعد في العربيه في التكييف شويه، يمكن الشمس والحر مش مخليني عارف اعبر لك، يعني يمكن لما نقعد ونهدى في التكييف اعرف اقول لك اللي جوايا. ها تعالي تعالي.
اتفضلي اتفضلي. احنا راح نمشي؟ هنلف شوية كده لفة صغيرة بالعربية. انت كتير غريب، انا مو فاهمتك. لوين بدنا نروح؟ بدنا ناخد روحك يا روح امك. امال انتوا لازمة اهاليكوا ايه؟ لازمة اهاليكوا ايه؟ طول بالك يا كبداكي. اهدى اهدى، خلينا نفكر بعقلنا. الامور ما تتخذ بالطريقه هذه. امال تتخذ ازاي يا شيخ جاسم؟ مش انت اللي قايل لي عندك مصنع وانك مسيطر؟ تتخذ من قدام عينيكوا كده عادي؟ هو قد ايه واحد راجعين يا فندم؟ هتصل بنادر بيه وبلغه يا فندم. كلمه في السكه، يلا كله على ربيته، طيران ورا مروان يمكن نلحقه. بسرعه بسرعه، وانت اخذ سيارتي واسمع، اي شيء تحتاج اتصل فيني انا تحت امرك، واذا لقيت الاخت كوريا اخذها واتصل فيني. متشكر متشكر يا شيخ جاسم. العفو العفو، مع السلامه. ايوه يا سوك، انت فين؟ طب يا جزان حد عليك دلوقتي؟ تفهمك لما اجي. يلا سلام. يعني مفيش طريقه ان احنا نرجع فلوس هايدي غير ان كوريا تنصب على مروان؟ ما تقولش تنصب يا بابي، دي فلوسنا، بعدين مروان هو النصاب والحرامي. بس انا قلقانه قوي على كوريا نادر. ما تقلقيش يا هايدي، قولي الحمد لله ان احنا نجحنا في نص الخطه الاولاني، وانت خدتي براءتك. النص اللي جاي اسهل بكتير، وانا متابع مع البودي جاردات. بعدين ما تنسيش ابراهيم معاها، يعني هي مش لوحدها، فما تقلقيش. الو ايه؟ مروان خطفها؟ ربنا الله يسامحك. الله يسامحك. انطقي يا بت انطقي. انا هتحرك فورا واعمل تحريات عن كل علاقات ومعارف مروان، واكيد هو مش هيتحرك في دايره اوسع من كده. لا يا علاء، احنا محتاجين نتحرك اسرع من كده. انا كلمتك النهارده عشان انت اكتر واحد ممكن يساعدنا نوفر الوقت. ده وقت التحريات على بيه، مش وقته خالص. الراجل اللي اسمه مروان ده راجل واعي، واكل مال البلد، مش بعيد يتاول كوريا ويقتلها عشان خاطر ابيه. يا محامي يا كبير، اتصرف لنا في كوريا هتموت من ايدينا. انا عارفه حد يعرف كل تحركاته والحاجات اللي هو بيعملها، بس مش عارفه اخليه يتكلم ازاي. مين هو؟ المحامي بتاعه ماجد. ده راجل معبده ودينه الفلوس، بس انا اعرف اجيبه ازاي. انا هفهمه ان انا عايزه يمسك شغلي وهديله اللي هو عاوزه، هيجي على مالا وشه. ايه ده كباك؟ انا اول مره اشوفك كده يا صاحبي. اهدى يا سوكا، دي كوريا، انت جننت. خلاص نتصل بعم شكري ونطب على السيد عيد هي وابوها، ومن الاخر كده الموضوع يخصهم. اكلم عم شكري اقول له عم شكري انا عويل وبنت اختك اتخطفت مني. انا لا هكلم شكري ولا هروح لهايد. امال هتروح فين بس؟ هنروح للاجواب. الو، انا جوانا حبيبه قلبي،
انت فين الله يخرب بيت امك؟ يعني مروان رجع مصر ورجع الفلوس البنك؟ والله دي اخر حاجه الواحد كان ممكن يحلم بيها. ابتدينا بقى الاستهبال والاستعباط. بقولك يا نجوان، انجزي في ليله اهلك السودا دي. عليا النعمه لو مروان قلب عقله مع كوريا مش هتكفيني فيها رقبه. الله، وانا اعمل لكم ايه؟ ما تروحوا تدوروا عليه، انا مش عارفني مكانه فين. طب بص يا بنت الحلال، انا استجدعت معاكي مرتين قبل كده، مره لما اديت دم لامك ومره تانيه لما رجعتك من الغربه. هتستوسخي هعمل معاك اللي ما عملوش مروان. بص يا مزه، احنا مش عايزين لك اذى ولا عايزين لك شر، ومن الاخر كده انت عارفه مروان بيروح فين ويجي منين. ومن الاخر يا بنت الحلال، انت هتنقذي روح ماشي ولا مش ماشي؟ ولا خلي كبدك يخلي وشك زي اكلت البلح؟ ما تنجزي يا بيت. بص يا ابراهيم، مروان كان عنده شقه في 6 اكتوبر بقاله كتير مش بيروحها، وبعدين محدش يعرف اي حاجه عن الشقه دي، يعني اكيد مخبي قريبتكم هناك. انا هكتب لكم العنوان. يلا سوق. يلا يا بنات قوموا عشان نلبس. يلا يلا حبيبتي بسرعه. طب والله العظيم يا استاذه انا ما اعرف اي حاجه عن الموضوع اللي انتوا بتتكلموا فيه ده. مكان سري ومروان بيمس استخبي فيه؟ لا 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 لا، ده كلام غريب جدا عليا. وبعدين انا محامي مش سكرتيره مروان بيه. انت بتقول ايه يا استاذ ماجد؟ انت اكتر واحد يعرف كل حاجه عن مروان. انا كنت مراته وبقول لك انت كنت تعرف عنه حاجات انا شخصيا ما اعرفهاش. ما تتكلم يا ماجد، الحكايه مش ناقصه على عيبك دي. ما يصحش كده يا استاذ ابو طالب. يا ماجد بيه، انا ضابط مباحث ودكتور نادر استاذ في القانون. لو انت اتسترت على مروان وحصل لكوريا حاجه هتبقى مشاركه في جريمته. لا انا كده بقى لازم امشي، انا مش هسمح بالاتهامات وان الكلام يوصل للمستوى ده ابدا. لا ده انت كده بقى يبقى ناويتها النهارده. طلع تليفونك. لا انا مش هسمح. طلع تليفونك. افتح التليفون ده هايدي وشوف المكالمات اللي فيه. هو مكلم مروان امبارح بالليل. شفت؟ يعني انا ما اعرفش عنه اي حاجه. استنى استنى، ده في واتساب بعتها له مروان، بعت له فيها صورة كوريا بيقول له هي دي، بيقول له اه. ده انت بقى اللي قايله على كوريا. طب والله العظيم ما اعرف اي حاجه. ده مروان بيه قال لي اراقب هايدي هانم وابوها، وبعدين قلت له دي معاها واحده حلوه قوي، قال لي تعرفها؟ قلت له لا، راح بعت لي صورتها وقال لي هي دي، قلت له اه هي دي. ما اعرفش اكتر من كده ولا اعرف عنه اي حاجه تاني. لو حصل لها حاجه هتبقى مشاركه في جريمته. يا بيه احب على قدك يا بيه، عشان خاطر دهب، عشان خاطر دهبي كوريا هتموت من دينا. قول لنا مكانه فين ونمشي صالح بأي حاجة. ما أنا ما أقدرش أقول لكم على أي حاجة. أنا ليا 500,000 جنيه عند مروان، ولو قلت لكم على أي حاجة مش هشوفها. أنا هدي لك شيك بنص مليون جنيه تقول لنا فين مروان. يا بنت الكلب، بتدينا العنوان غلط. أما تويت اللي جابوها. اسمع كلامي يا صاحبي، إحنا نطب على الست هايدي هي وأبوها، ومن الآخر كده نجوان دي شمال الشمال. ماشي. السلام عليكم. ازيك يا عمي؟ خشوا يا بنات. نجوان، انت اللي جايبك؟ انت ليك عين تورينا وشك تاني؟ معلش يا عمي، انا اسفه على اللي حصل كله، وبعدين نفسي حضرتك لو تقول لهايدي ان انا بجد اسفه، ويا ريت لو تسامحني. هو ايه اللي اسف؟ انت دلقت شاي على مكتبها؟ ده انت دمرت لنا حياتها كلها، وليك وش تيجي تفضلي هاني مع السلامه. يلا. حاضر يا عمي، مش هتشوف وشي تاني، بس انا جيت النهارده عشان اسيب لك اخواتي هنا. خد مين؟ واحنا اللي خلفناهم؟ اصل انا مش هعرف الاقي حد امنه عليهم غيركم. بابا راح اتجوز واحده تانية بعد ما امي ماتت، وانا طبعا مش هعرف اسيبهم عندهم ولا هعرف اشيل مسؤوليتهم لوحدي. يا ست امك الله يرحمها، احنا ما نجيبش عيال هنا ولا نجدعوا بيهم خالص، فضل خدي اخواتك واتكل على الله. البنات دول وصيه امي الله يرحمها اللي كانت بتخدمكم طول عمرها، وبعدين ده هي ماتت حتى من زعلها على هايدي. عموما يا عمي، انا عرفت ان مروان رجع مصر وهروح انا اقعد عنده، لان وانا وهو سكتنا واحده، وهسيب البنات عندك امانه. يا ريت لو تخلي بالك منهم يا عمي.
خلي بالما خدي خدي اخواتك دول واتكلي على الله. يلا اطلعوا على فين. يلا تعبت تطلع. يلا بسرعه زين من هنا. باي تعالي يا عم. يا سن باي باي يا عم. ما تنساش تسلم على هايدي وتقول لها تسامحني. انت يا تعالى بنت. اقول لك يا جدك هي دي الفيلا؟ مش عارف شكلها كده. بقول لك ايه؟ اركب ننزل نسأل. اركب هنا. ما تضيعش وقت. كوريا في دي اللي ما يرحمهاش. اسمع مني اخر سكه البيت في دي مروان. اركب يلا. خلاص انا وقفني. كوريا جوه يا سوق. الله اعلم يا كداكي كان جاي عشان اي حوار. اسمع لي كوريا جوه. مروان جوه يا بنت؟ معرفش. ردي عليا مروان جوه. هو انت بتراقبني ولا ايه؟ مروان فين؟ معرفش. طب خليها معاك يا سوكا بقى لغايه ما نعرف. تعالى يا اموره معايا. سيب انت. اوعى بس كده عليا لو اتكلمت لبصتك وشي خليك زي وشي. يو بس يا بنت. آسف يا ديما هانم. آسف. معلش معلش أنا آسف. وليه دي بقى كده؟ هنفضل باصين لبعض كتير؟ تعرف إبراهيم كبدك منين؟ تعرف الواد ابن بطن البقرة ده منين؟ يا بت أنت إيه؟ ما بتخافيش؟ ها؟ أنا ما بخافش إلا من اللي خلقني. منك لله. منك ايه؟ لله. كوريا! مكانك يا كبداكي. كويس يا بت. الله لا 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 ده انتوا طلعتوا معرفه قديمه بقى. ما هي دخلت الشاطر حسن دي عشان يلقي الست الحسن. تبقى الحته بتاعته. يلا حبيبي يلا عشان تموت جنبها يا حبيبي. يلا بص يا مروان انا هاخد كوريا وخلاص. قديم قوي الفيلم ده. تروحي معايا يا بت. اه 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 اه
زيادة ولا تقول ورا؟ انت كويسة؟ يلا يلا حبيبتي يلا. ايه ده؟ كوريا قومي يا بت قومي. سيبني. ايه اسكتي. خليها تمشي خليها تمشي داهية. ماشي الف سلام عليك يا كوريا. وانت مالك يا صاحب؟ ايه ده؟ ايه الدم ده؟ الف الف سلام عليك. خلاص خلاص مالك يا حبيب قلبي؟ مالك يا كوريا؟ خلاص خلاص مفيش حاجة. خلاص في ايه يا كبداكي؟ خرجنا. انت طمني عليك بس ايه الدم دوت؟ شنفتي شنفتي. كوريا كوريا الحمد لله على السلامة يا كوريا. الحمد لله على السلامة. كويسة؟ الحمد لله على السلامة. مروان مروان اجوان اجوان. شفتي بتلفي تلفي وترجعي لي زي القرش الممسوح. روح روح هاتي لي دكتور بسرعه. انت ايه؟ ايه كل الكلام ده؟ انت مش مكفيك كل اللي عملته فيا؟ لسه بتعمرني؟ انت فاكر نفسك ايه يا مروان؟ ها؟ انا مش هجيبك لاسعاف، هسيبك تموت قطره بقطره عشان كل اللي عملته فيا وعملته في ماما وكل في الناس. هاتي لي الدكتور بسرعه. مش هجيب لك دكتور. يلا انت بتاعي انا يا مروان ومحدش هيقتلك غيري. انت فاهمني؟ محدش هيقتلك غيري. النبي صعبانين عليا العيال دول. امهم ماتت وابوهم رميهم واختهم هيتحكم عليها بالاعدام. ما بقالهمش حد الا ربنا وانتوا. بس انا مبسوطه ببابا قوي زي ما يكون لقى روحه فيهم بيقضي معاهم اليوم كله لدرجه ان انا بقيت اغير منهم. طيب اقوم انا بقى لم هدومي والبس على ما اخلي شكري يجي عشان نروح نشوف الشقه الجديده اللي جابها لنا في الحار. وانا هعدي عليكي بكره بدري نبصت على المحل اللي انت قافلاه نشوف بقى هنوضبه ازاي وهنعمل فيه ايه. لازم نبتدي نشتغل. والنبي انا ملدد عليا نزولك للحاره وشغلك فيها من تاني. كان نفسي ارجع لك فلوسك كلها على دايره المليل. انت جبتي لي البراءه اللي اهم من الفلوس. وبعدين انا مش عايزه اروح الحاره عشان الشغل. لو على الشغل بابي او نادر ممكن يلاقوا لي شغل في اي حته. انا عايزه ارجع الحاره عشانك وعشان انا حبيت المكان وعايزه اديه زي ما اداني. ماشي يا جول. السلام عليكم. ازيك يا كوريا؟ ازيك يا دكتور؟ اهلا يا نادر. ازيك يا هايدي؟ الحمد لله. ابو طالب بيه ازاي حضرتك؟ خا اهلا اهلا. ليك وحشه والنبي يا دكتور. دكتور تاني. هو انت ما بتتعلميش مني حاجه يا كوريا؟ يا اخويا فكك مني بقى، مش الفيلم خلص خلاص؟ لا لسه ما خلص. يعني يعني هايدي هانم تحبي الفلوس بتاعتك تتحول على اي حساب ولا تحبي تصرفيهم كاش؟ ولو اني اشك ان المبلغ كبير شويه. فلوس ايه؟ انا مش فاهمه حاجه يا نادر. فلوسك اللي مروان نصب عليكي فيها ال 25 مليون دولار مالهم؟ تحبوا تاخدوها ازاي؟ ناخدها ازاي يعني ايه؟ اذا كان مروان مات ومالوش ورثه والفلوس دي المفروض تروح للدوله، ده لو اليونان اصلا افرجت عنها. الكلام ده مش مظبوط يا هايدي، لان مروان ليه ورثه. ورثه مين؟ مراته. مراته مين؟ حضرتك. ايه؟ يا حبيبي مروان طلق هايدي قبل ما يسافر. ابو طالب بيه مروان طلق هايدي شفوي، كتب لك ورقه انت طالق يا حبيبتي. لكن وهو بيهرب فعلا ما كانش عنده وقت يروح للمأذون ويوثق الكلام ده، وبالتالي انت قدام الحكومه مراته، ولما مات تبقى انت الوريثه الوحيده ليه. وانا كلمت البنك والسفاره في اليونان وخلصت كل الاجراءات معاهم والفلوس جاهزه على التحويل. زغرتي يا كوكي. الله اكبر. والنبي انت ربنا راضي عنك ونيتك صافي. الحمد لله. ما حدش هيخلص الحكايه دي الا الراجل ده. اسمعوا بقى، الفلوس دي مش بتاعتي انا لوحدي. اولا انا هعمل براند باسمي وهفتح مصنع اللبس اللي طول عمري بحلم بيه، وكوكي هتبقى شريكتي. انت بقى يا دكتور نادر هتظبط لنا كل حاجه وتخلص لنا الموضوع. لا 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 اهدى شويه. دكتور ايه؟ مصنع يعني كبداك. اسمعي مني، ده كبدك لعبته المصانع كده اهو. مصانع يعني كبدك.